تمام، احنا كده ابتدينا التسجيل، وزي ما قلت لحضراتكم احنا معانا كل الشركاء من المشروع: شركه جي اس 1، شركه مايكروسوفت، شركه ارنست اند يانج، شركه اي فاينانس، وفريق العمل في المصلحه. هستأذن حضراتكم ناخد الاستفسارات، وارجو ان انتم برضو كنتوا تتابعوا ايميلاتكم، لان احنا كنا ردينا على كل الاستفسارات، او شركه جي اس 1 كانت قالت انها ردت على كل الاستفسارات الخاصه بالاكونت بتاع حضراتكم، ومع ذلك احنا هناخد طبعا استفسارات حضراتكم. الاستفسارات دي يا جماعه قد يمكن الرد عليها في خلال السيشن، لان بيبقى ردها واضح وصريح، وبعض الاستفسارات القليله اللي ممكن تحتاج انها تتبعت من حضراتكم بالميل علشان يترد عليها، لانها هتبقى محتاجه يعني فحص بس، او مزيد من الفحص قبل معاك الرد. بندول، معاك فارجو ان بندول حضراتكم بس تستوعبوا ذلك. واحدة بس. تمام، فهنبتدي بالاستاذ محمد محسن. استاذ محمد محسن، اتفضل، استفسار حضرتك ايه؟ شركه ايه الاول يا فندم؟ ارجو بس اللي يعرف نفسه يقول اسمه. صباح الخير يا استاذ امين. صباح الخير يا محمد بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام، كل الفل الحمد لله. تذكرنا بس باسم الشركة. محمد بيه اسم الشركة. هل انا اللي مش سامع ولا احنا مش سامعين محمد بيه؟ انا سامع الفندم خالد السيد مع حضرتك من جي اس 1. باشمهندس خالد، انا سامع حضرتك جيد. طيب استاذ محمد محسن، حضرتك معانا؟ طيب لحد ما يرجع استاذ محمد محسن هناخد استاذ محمد ريهان. استاذ محمد ريهان، حضرتك معانا؟ يا فندم صباح الخير يا فندم. صباح الخير. شركة ايه يا فندم؟ السويدي للكابلات يا فندم. السويدي للكابلات، اتفضل يا فندم، استفسار سيادتك. انا كان عندي مشكلة كده في الاكواد بتاعتنا، احنا قطاع عندنا جزئين، جزء بيع كابلات وجزء مقاولات. سامعني يا فندم؟ تمام يا فندم. استاذ امام معلش الخط فصل. طيب محمد بيه هستأذنك بس ننتظر الاستاذ محمد ريهاني يخلص، معلش انا اسف لان بدأنا في استفساره، وهاخد استفسار حضرتك بعديه على طول. شكرا لصبرك يا فندم. استاذ اتفضل يا محمد بيه، اتفضل. الاكواد بتاعتنا يا فندم، طبعا انا بعت الجي اس 1، انا ببيع في الشركه هنا مع الكابلات، ببيع جزء من عندي قطع غيار، وببيع خامات معايا مع الكابلات، وبعمل مقاولات جوه الشركه. الشركه قطاعين، قطاع مقاولات وقطاع بيع كابلات، الاثنين مع بعض. اوكي تمام. يعني انا باخد مشروع الاول قطاع الكابلات. انا طبعا الاكواد جات لي، بس الاكواد مختلفه جدا عن اللي موجود على الجي بي سي. لقيت اكواد مختلفه كتير جدا، انا لسه ما بعتش الاكواد لغايه النهارده لغايه المصلحه، لان يعني طبعا عندي منتجات كتير جدا، يعني 60,000 كابل، 60,000 قطاع، رقم كبير. طب قول لي نوع الاكواد او نوع الحاجه اللي حضرتك مش عارف تقودها ايه، أنا او ايه المشكله فيها؟ اولا المقاولات، شغل المقاولات. انا بعمل الكابل بصنعه وبديه للمقاوله، خلاص، وبعد كده بعمل مستخلص لشركه الكهرباء. تمام. طيب مطلعش ايه المشكله؟ انا الكود ايه، انا مش عارف اكوده، انا مش عارف اكود الموضوع ده. يعني شركه كابلات، صح كده؟ طبعا استاذ محمد طبعا. حضرتك انت تقصد انك انت كده بتقدم خدمه مش بتقدم الاثنين سلعه؟ ببيع الكابل لا، في الحاله بتاعت المقاولات انا يعني. بقول لحضرتك اهو، ايوه، ما انا بقول لك ببيعها للمقاوله، والمقاوله بتطلع مستخلص، بس انا ما بطلعش فاتوره للمقاوله، بطلع مستخلص مره واحده. طب هو ممكن حد معانا في البيزنس يتفاهم النقطة دي؟ أستاذ صلاح إسماعيل معانا؟ أستاذ صلاح إسماعيل معانا؟ أستاذ صلاح معانا؟ أيوة يا أستاذ أيمن، مع حضرتك خالد حسين. يا أستاذ أيمن اتفضل. أيوة يا أستاذ خالد، كنت عايز أعرف بس أستاذ خالد من البيزنس عندنا يا جماعة، من المصلحة.
كنت عايز بس حضرتك ترد على الاستفسار ده يا استاذ خالد لو سمحت. ما هو الاستفسار، هو الشركه عندها توريد وعندها في نفس الوقت خدمه تشغيل للغير، اللي هي المقاوله اللي بتعملها. هو عنده تمام. جزئين دلوقتي. هو دلوقتي بيتكلم، انا هعمل يعني، هو عايز انا اللي انا شايفه، اللي هو المفروض يكود لخدمه المقاولات، لو لها كود في الخدمه لوحدي، والتوريدات بتبقى سلعه سلعه طبقا لل، او يبقى فيه يعني كود للمجموعه السلع ديت هيتحط تحتيه. انا ما ببيعش السلع لوحدها يا استاذ خالد. ازاي مش عندك توريدات بص لوحديها، اللي هي بيعك بص بقى، اي ما هي دي ولا المشكله. توريد وتركيب، ولا توريد ايوه وتركيب، بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. انا بورد توريد وبعد في نفس الوقت ده جزء من الخدمه. بتحاسب على فئة كام؟ 5% ولا 14%؟ 5 5 5 خمسة جدول. خمسة خمسة، يبقى انت كده خدمة. ده استاذ ايمن كده، ده بيعمل خدمة كده، ده يبقى ده المفروض الكود اللي هيخش له، يبقى الكود بتاعه هيبقى داخل تحت كود خدمة موقع، بس يا استاذ كود خالد خلي بال خدمات. حضرتك، كود خدمات، بس انا المستغرب اللي انا بطلعه، انا بطلع كود باشعار، بعمل قيد باشعار، مش بعمل فاتوره من على السيستم الاي ار بي اوتوماتيك. ازاي يا فندم؟ ازاي؟ بص حضرتك، مش انا مش بطلع، انا بطلع الفاتوره من بطلع الكابل من عندي على المقاوله، صح كده؟ انا تمام. شركه انتاج كابلات ومقاولات، يعني انا بنتج الكابل خلاص، ببيع الكابل كمنتج، وفي نفس عندي قطاع تاني انتاج وبيع، انتاج ومقاوله الاثنين مع بعض، يعني انت بتبيع لنفسك، ببيع يعني لنفسي بالظبط. القطاع ده بيبيع للقطاع ده، بتعمل فاتوره داخليه عندك الاولانيه، بقى بنقل من المخزن انتاج التام لمخزن. مش فاتوره بيع، مش فاتوره ده مش بيع، فاتوره بيع، ده مش لا فاتوره بيع. ماشي، مستخلص، بعمل اللي احنا مستخلص بعد كده. انا فاهم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، فاهمني ازاي؟ الشكل النهائي اللي هي الفاتوره النهائيه اللي هتطلع، الحركه اللي هو التشغيليه. المستخلص اللي بيروح المستخلص اللي بيروح للمصلحه. المستخلص اللي يروح للمصلحه هيبقى طالع ايه؟ هيبقى طالع خدمه مقاوله، خدمات مقاولات، خدمه. خدمه. ايه اللي هيدخلني هنا في السلع بقى؟ ما انا بسال، انا دلوقتي هكوده ازاي؟ انا ما بسحبوش، ما هو علشان الاي ار بي عندي هنا يسحب يبقى الفاتوره عندك، دي، اتفضل يا فندم اتفضل. عشان الاي ار بي يسحب الفاتوره دي من على السيستم لازم يبقى ليها كود، صح كده؟ يا فندم هو ما عندناش فاتوره ايه اللي هتتسحب من على السيستم؟ مش فاتوره المقاوله؟ ما هي دي بقى اشعار، مش فاتوره، بقى اشعار. مستخلص؟ ايوه، مستخلص. ده داخل. انا بتكلم اللي هتحاسب عليه الشركه الاخرى اللي انت هتعمل له خدمه شركة الكابلات، كهرباء. ترتيب شركه الكهرباء، هتطلع لها في الاخر ايه، اشعار ولا الفاتوره؟ هتطلع لها مستخلص. مستخلص اللي هو يبقى له عامل زي الفاتوره، تمام؟ ده اللي بتحاسب عليها، تمام؟ ايه اللي هنا؟ يبقى احنا دخلنا، احنا علاقتك الداخليه ما بين الشركه وبين القطاعات وبين بعضيها زي ما انت ماشي، فاهمني ازاي؟ العلاقه النهائيه دي اللي هتصب عندنا هنا، دي اللي هتظهر عندنا هنا مصلحه. يعني مستخلص جودة الخدمة. انت كنت في اقراراتك بتقر عن الفواتير الثانيه، ولا كنت بتقر عن المستخلص لا لا، النهائي؟ على المستخلص النهائي. بس كده يا فندم، ده اللي انا قصدي عليه. تمام يا ماشي. فندم طب كده؟ بالنسبة للقطع الغيار، اللي انا ببيع قطع غيار جوه المصنع، ببيع برضه للشركات مع قطع غيار الفرق. لوحدها فاصله ولا من داخل مقاوله؟ لا لا، مالهاش دعوة بالمقاولة. لا لا، بيع تاني، بيع كابلات وببيع قطع منفصله؟ غيار وببيع خامات. قطع الغيار لوحديها هتبقى منفصله، يبقى قطع الغيار اللي هتطلع كسلعه، وهنشوف الكود بتاعها داخل تحت كود اف جي اس 1. دي اللي انت دي بتقول عليها، دي بتورد ارجع للجي اس 1، هم قالوا لي في الكود ايه بالظبط بتاعها. بتورد عليها 14%، هي 14، هي 14 وبتقسم مدخلاتها، تمام يا صاحبي كده؟ بس مدخلاتها، دي يا فندم جي اس 1 تدي لك الكود اللي هتحط تحتيه البنود اللي انا انت بتبيعها. انا بعته جي اس 1، وجي اس 1 ردت عليا ان غير معرف. يعني انا بقى انا كل اللي عندي اللي انا ببيعه قطع غير كلها، عشان برضه عندنا مشكله، ايوه مش عارف ابعت المصنع، عشان كده دي هيجي برضه. جدا غير معرفه، مسميات هو مش عارفها بتاع جي اس لا 1. لا، هي دي جي اس 1 بقى، دي مشكله عند جي اس 1. انا رديت عليك كبزنس، كشغل ضرايب مع حضرتك. حضرتك صح، ما انا عارف، انا بس الجزئيه بقول بتاعتها لو حد معانا جي اس 1. ناخد راي الباشمهندس خالد السيد من جي اس 1. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم استاذ محمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ، الله يخليك. تمام يا انا فندم. كانت هو حضرتك الاستاذه فعلا احنا بسنت من عندكم يا فندم، انا الاستاذه بسنت كانت بعتت لي النهارده صباحا، يعني كنت بعت لها الاكواد وبعتت لي الرد، اوكي؟ لقيت ان في حاجات كتير جدا جدا من الحاجات دي غير معرفه. واضح يا فندم، عشان كده كلمنا حضرتك النهارده الصبح في التليفون. يعني انا عشان كنت عليا، بس دخلنا على الميتنج كنت بصلي بس، والله يا ريت انا لا عليا قبل الصلاه.
خير يا فندم، ما فيش مشكله. انا احنا وضحنا لحضرتك، بس في حاجات الوصف فيها ما بيبقاش واضح، احنا مش عارفين ايه وصف المنتج ده، فعشان كده بنحاول ان احنا نكلم حضرتك نعرف من سعادتك ايه وصف المنتج ده عشان نقول لحضرتك التصنيف الصحيح ليها، وخلينا نوضح ان ده كود التصنيف وليس كود المنتج، تمام؟ اللي هو الجي بي سي جلوبال برودكت كلاسيفيكيشن بالظبط. اوكي، ده غير الجي اس 1 صح كده؟ ما هي جي اس 1 يا فندم في كود منتج وفي كود تصنيف. كود المنتج الفرق بين كود المنتج ان هو بتعريف المنتج بيكون علاقته 1 تو 1، الكود ده بيعرف المنتج ده بس. لكن كود التصنيف مثال ازازه مياه معدنيه بتاعت نسلة هي بتاعت دساني، ده كله بيندرج تحت المياه المعدنيه، ده كود التصنيف وليس التعريف. فعشان كده حاولنا نكلم حضرتك النهارده، احنا بعتنا لحضرتك، حضرتك فعلا بعت لنا ملف بيحتوي تقريبا على اكتر 160 الف ايتم بالظبط بالظبط، اللي احنا ردينا على حضرتك في حاجات unclassified تمام، او الوصف فيها مش واضح، فبنحاول ان احنا نوصل مع حضرتك. عشان كده كلمنا حضرتك تليفون وبعد كده ارسلنا لحضرتك ايميل نقول لحضرتك حاول تتواصل معانا في اقرب وقت عشان نعرف نرد على حضرتك. انا هكلم الاستاذ دلوقتي. طيب يبقى المتبقي دلوقتي لشركه السويدي الكابلات هو بس تواصل مشكور طبعا من جي اس 1 عشان اقدر ابعت الاكواد النهارده، لان الوقت خلاص بالظبط كده، مفيش وقت اكتر من كده متاح عندنا محمد بيه. فاستاذن حضرتك وشكرا طبعا للاستاذ خالد على الاهتمام، وارجو التواصل مع الشركه بعد. طيب نرجع للاستاذ محمد محسن، اتفضل. شركه ايه يا فندم؟ استاذ محمد محسن معايا؟ ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم، فكرنا بس اسم الشركه. الو، ايوه اسم الشركه يا فندم؟ شركه سبيريت يا فندم. لا، الشركه المسجله عندنا يا فندم في المصل في ال 134 شركه المروه وشركه الدوليه. شركه المروه والدولية. ماشي يا فندم، تفضل يا فندم استفسار حضرتك. هو استفساري كان بخصوص الكودينج بتاع الجي اس 1. انا فاهم ان المفروض ان ده رقم يبقى مابت مع الانترنال ماتيريال نمبرز عندي على السيستم. فانا بس كان عندي استفسار في الحته ان انا لو عندي مالتيبل يونتس اوف ميجر لنفس الماتيريال، بيبقى كل واحده ليها جي اس 1 نمبر مختلف، ولا بيبقى خلاص هو رقم موحد وبلعب بالالترناتيف يونتس اوف ميجر، يعني بغيرها مثلا من كيلو لطن لكده. طيب الرد على الاستفسار عند مين؟ استاذ خالد. تمام. طيب انا بس استاذ محمد استاذن حضرتك، حضرتك قصدك الجي اس 1 كود ولا الجي بي سي؟ ان حضرتك مش عضو في جي اس 1 فحضرتك ما عندكش الجي اس 1 كود لا المروه ولا الدوليه، فحضرتك تقصد الجي بي سي صح؟ والله هو الموضوع بالنسبه لي انا مش واضح قوي. انا فاهمه ان الجي اس 1 ده المفروض ان هو كودنج سيستم بيايدنتيفاي الماتيريالز عندي على السيستم مع الضرايب. طيب خلينا ادي بريف سريع كده صغير للزملاء كلهم الموجودين، للساده الافاضل. احنا زي ما اتفقنا جي اس 1 عندها ايدنتيفيكيشن سيستم، الايدنتيفيكيشن سيستم ده اللي هو نظام تعريفي بيبقى للمنتج او للمكان او للباليتا للشحنه، ده نظام تعريفي بيبقى علاقته 1 تو 1، بمعنى الازازه النسله المياه المعدنيه اللي هي 600 مللي رقمها 1 2 3 4، ده اسمه رقم تعريفي للمنتج، واحنا حتى بنختصره في جي اس 1 بنقول عليه اللي هو الرقم العالمي للمنتج اللي هو جلوبال تريد ايتم نمبر، اختصاره جيتن. تمام، اللي هو جي تي اي ان. تمام بالظبط، ده بيكون علاقته 1 تو 1 اللي هي ازازه الميه الماتيريال مع اليونت اوف ميجر، يعني الازازه اللي هيبقى ليها رقم مختلف. بالظبط يا فندم، ده كده اللي هو الجيتن. هم ازايز ميه بالظبط بالظبط كده يا فندم، ده اللي هو ولو الجيتن. نفس المنتج عند شركه ثانيه هيبقى ليه رقم ثاني.
لو ليه نفس المنتج الايدنتيكال بس شركه تانية اللي بتنتجه هيبقى الجيتن ده مختلف برضه. اه طبعا عشان هو طبعا يعني ما هو في الاخر هو الباركود اللي بيبقى موجود في السوبر ماركت. خالد خالد دلوقتي بيقول ان ده 1 تو 1 يعني ما يتكررش غير عند يعني هو للرقم للصنف ده بس ما بيتكررش لحاجه تانية. ايوه بس هو كان سؤالي بقى ان هو زي ما حرو بيقول كده ان هو في الاخر مربوطه باليونت اوف ميجر بتاعته يعني ال 600 مللي بتاعت تسلا ليها كود واللتر ليها كود تاني. طيب خلي خالد بيه بس يكمل البريف بتاعه وبعد كده يرد على استفسار سيادتك. اتفضل يا خالد بيه. بالظبط هو حضرتك بعد كده عندك اللي هي بقى نيجي على الجي بي سي كود اللي هو جلوبال برودكت كلاسيفيكيشن. ده ازازه المياه المعدنيه كلها تندرج تحت نفس اللي احنا بنسميه البريك كود اللي هو التصنيف العالمي سواء كانت من شركه نسلا او شركه داساني. فاعتقد كده كده واضحه المفهومات. يبقى احنا عندنا تعريف وتصنيف. التعريف 1 تو 1 اللي هو الجلوبال تريد ايتم نمبر الرقم العالمي للمنتج الجيتن، والتصنيف 1 تو ميني اللي هو الجلوبال برودكت كلاسيفيكيشن اللي هو التصنيف العالمي للمنتجات. تمام. فاحنا كده حضرتك سؤال حضرتك مدام حضرتك مش عضو في جي اس 1 ان لا المروه ولا الدوليه عضو حضرتك مش واخد من عندنا رقم عالمي للمنتج، فحضرتك بتسال كده على تصنيف رقم تصنيف المنتج لو انا فاهم سؤال سعادتك صح. فلو رقم تصنيف حضرتك رقم تصنيف منتجك هيبقى مش هيختلف في اليونت اوف ميجر الا لو المنتج اختلف يا فندم. يعني مثلا زي مياه وعندنا مثلا يعني شاي، يعني الاثنين كده مختلفين. بعد اذن سيادتك انا تامر العمري من تي فاينانس. هو شركه المروه والدوليه اللي هم مجموعه جهينه يا فندم مظبوط كده؟ ايوه بالظبط. وفي واحده منهم جي اس 1 كود يا فندم مبعتين لنا الاكواد كجي اس 1 كود. هو انا مش عارف الاستاذ اللي بيتكلم عن شركه المروه الدوليه مستر مين، معلش يا فندم انا اسف الاسم زي غمني. محمد محسن. تمام. هو في شركه في واحده من عندكم هم جي اس 1 وانتوا باعتين الاكواد للمصلحه الجي اس 1 فعليا يعني. تمام. استاذ حسين معنا؟ انا سامر العمري من اي فاينانس يا فندم مسؤول فريق الدعم الفني الميداني. اهلا وسهلا. هو استاذ حسين هو المسؤول من ناحيه شركه جوينا، هو معانا في الكول المفروض. تمام. فمعلش بس عشان يعني خالد بيه من جي اس 1 يعرف يرد عليك الرد الصح يعني يوجهك التوجيه الصح. تمام. انا متاكد ان انتوا بعتين لنا شركه منهم جي اس 1 كود، انا ممكن اشير معاكم حتى الملف اللي انتوا بعتينه يعني. ف استاذ اندريا معايا ياكد برضو الكلام دوت ان احنا مستلمين منكم جي اس 1 كود. طيب ايا كان الاستفسار دلوقتي محتاجين بس الباشمهندس خالد يبقى كده رد على استفسار حضرتك يا محسن بيه. تمام. على ان حضرتك محتاج دلوقتي كود تصنيف لو الحاجه دي مش مبعوته جي اس 1. لو الباشمهندس سامر فعلا يعني لو جي اس 1 هو انا فعلا بيقولوا لي دلوقتي ان هم باعتين فعلا جي اس 1 مبعوت الداتا ليها. انا بس كنت عايز اتاكد ان احنا كده خلاص انا ببعت المابنج بالنسبه يعني مش بغض النظر عن اليونت اوف ميجر هو خلاص بتايدنتيفاي 600 حاجه وال1 لتر حاجه تانية اللي هو الجي تي اي ان. استاذ محمد مثلا استاذنك بس اوضح نقطه. وحضرتك الايتم اللي مبعوته جي اس 1 دي مش محتاج منها اكتر من احنا ناكد ان القواعد البيانات عندنا فيها كل الجي اس 1 اللي عند حضرتك. النقطة الثانية المشكلة اللي عند حضرتك فعليا اللي حضرتك بعتها هي التكويد بتاع الجي بي سي على المخلفات وبيع الأصول، دي المشكلة اللي عند حضرتك. فاحنا دلوقتي احنا محتاجين من أستاذ خالد بس يوضح لنا ازاي حضرتك تقدر تعمل المابينج للجزء بتاع المخلفات وبيع الأصول ده علشان نقدر يعني ناخد الاكواد بتاعتها، ناخد الاكواد الجي بي سي بتاعتها. فلو استاذ خالد يقدر، استاذ خالد السيد جي اس 1 يقدر يفيدنا في النقطه دي عشان نقدر نرد على الشركه. تمام يا استاذ اندريه، احنا بعتنا لهم الرد بالفعل، بعتنا الرد، مفيش اي حد يعني بعتنا الرد. لو استاذ محمد استاذ محمد محسن عنده اي استفسار
تاني اتفضل. طيب. احنا بعت استاذ محمد محسن، هستاذن حضرتك لو تشيك مع تيم عند حضرتك الرد، ولو في اي استفسار نرجع لحضرتك تاني عشان ناخد استفسار الرد ده يا فندم. كان انا بس انا استاذ هيثم معانا في الكول. انا اسف بس الرد ده يا فندم كان في الميل، ان المروه والدوليه مش هم اللي بعتوا الاستفسار بنفسهم، كان استاذ اندريا هو اللي بعت لنا الاستفسار بتاعهم. تمام. عن المخلفات، فتم الرد على الاستاذ اندريا النهارده، فممكن هو يبقى بس استاذن حضرتك او استاذ محمد حضرتك. وانا انا جالي ميل يا فندم فعلا من حضرتك، بس انا ما يعني ما شفتش اي مرفق للميل. وكان في مرفقات كان في مرفقات، بس ما فيش مشكله يا فندم، يعني ما فيش مشكله. استاذ محمد حضرتك ابعت لي الايميل بتاع حضرتك على الشات دلوقتي. تمام. وانا انا هبعت لحضرتك الشيت بتاع حضرتك، عايز الشيت بتاع المروه صح؟ حضرتك ابعتي، حضرتك كنت بعت شيت للمروه، حضرتك ابعت لي الميل بتاع حضرتك دلوقتي على الشات، وانا هبعت لحضرتك الشيت بتاع المروه على الميل بتاع حضرتك على طول. خلاص اوكي تمام كده. تمام اوكي، وانا هرجع لتيمة تشيك مع الدنيا. حاضر، شكرا جدا. ماشي يا فندم. محمد استاذن حضراتكم. محمد محسن، السلام عليكم. ناخد بس ناخد الاستاذ، طب بعد اذن حضراتكم بس عشان ننظم الموضوع، ناخد الاستاذ عادل حميده. استاذ عادل حميده، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. استاذ احمد خيري. ايوه مع حضرتك، انا كان ليا بس استفسار سريع. طيب اتفضل يا فندم. شركه ايه يا فندم؟ احمد خيري. شركة ايه يا فندم؟ ايميل. ثانية واحدة بس اميوت، بس اميوت حد كده دوشة الصوت. اتفضل يا احمد، بيتفضل تاني كده. شركة ايه؟ شركة ايماك، ايماك لتصنيع الورق. تمام اتفضل يا فندم. هو احنا طبعا من الشركات المخاطبين في قرار الفاتورة الالكترونية. احنا الشركة بتاعتنا باختصار متخصصة في انتاج نوع واحد من الورق، وهو ورق الدوبلكس. كويس. واحنا بالفعل يعني الناس بتوع اي فاينانس مشكورين، هم قعدوا معانا ولقينا على موقع جي بي سي البريك كود بتاع المنتج بتاعنا. كويس. ولما لقيناه بعتناه لمصلحه الضرائب على الميل، لان ده الكود بتاع البرودكت بتاعنا من بدري، يعني من حوالي مثلا اسبوعين او ثلاثه، وكان الحاجه الوحيده اللي كانت واقفه بناء على ان السكراب برنتر كده دي لسه ما وصلوش فيها لحد. فاللي بلغنا بيه من اي فاينانس ان احنا نبعت الاكواد الداخليه الخاصه بينا بتاعت اصناف السكراب، وعندنا بند واحد اللي هو الرنت، يعني المقر بتاع الشركه بتاعنا احنا بنأجر بعض المساحات فيه لشركات تانية وموجب عقود بس، وقالوا بعتوا الاكواد الداخليه دي اللي هيتم العمل بيها، لو بعتوا كل ده على الميل خلاص. فسؤالي بالتحديد بالنسبه للاذر ريفينيوز او الايرادات الاخرى اللي هي اصناف القرضه والايجارات كده، تمام مش مطلوب مني حاجه تاني؟ يعني هيتم الاكتفاء بالاكواد الداخليه بتاعتنا ولا لا؟ وشكرا. تمام. طيب اندري ثواني يا صاحبي بعد اذنك، هنرد بس على التساؤل ده بعد اذنك. احنا الريفينيو دي محتاجه انها تتعرف بس باكواد جي بي سي. هنكتفي طبعا بالاكواد الداخليه اللي عند حضرتك، بس هنحتاج انها نعملها مابينج مع الجي بي سي، ويتحدد هي تحت انه نوع من او انه تصنيف من تصنيفات الخدمات. يعني برضو ممكن يعني اقصد تمام. يا ريت واحد او عارف من جي بي سي ولا ممكن من الضرايب. طيب من هي دي النقطه بقى اللي مش واضحه، يعني هتكتفوا بالاكواد الداخليه بس ولا لازم اتخاطب مع الجي بي سي او اتعاقد معهم على حاجه؟ لان الموضوع يعني الازر عندنا بنود بسيطه، يعني السكراب ده بسيط. انا بقول لحضرتك كل اللي محتاجينه هنكتفي بالاكواد الداخليه بس. تمام. محتاج حضرتك تصنف الاكواد دي تبع انه خدمه، يعني زي ماتشنج او عمل لها جروبينج. تعمل لها جروبينج مع اكواد الجي بي سي. تمام. وده بيتم من خلال التواصل مع شركة جي اس ون. بالظبط يا فندم. لان اصل هي مش موجودة فعلا على موقع الجي بي سي، وانتوا طبعا متأكدين من الكلام ده. يعني هو ممكن التواصل مع شركة جي اس ون هي اللي توضح يعني انه كود مناسب للخدمة بتاعت حضرتك. استاذ خالد برضو معانا من شركة جي اس ون يقدر يوضح برضو، لو يقدر يوضح دلوقتي يبقى تمام كده كويس.
استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ اخبار سعادتك ايه؟ الحمد لله يا فندم. اهلا بسعادتك يا فندم. حضرتك الشيت بتاعت حضرتك كانت وصلتنا عن طريق مصلحه الضرايب، حضرتك برضو بعت لي الميل بتاع حضرتك في الشات، الشيت بتاعت حضرتك خلصانه كلها والجي بي سي كودز محطوطه. حضرتك ابعت لي الميل في الشات دلوقتي ارسله لحضرتك على صور. الشيت بتاع حضرتك جاهز. هو احنا اوريدي يعني الشيت اللي هو السكراب يعني. الشيت يا فندم جالنا شيت من مصلحه الضرايب طالب تكويده تمام لشركه ايماك. انا اقول لحضرتك احنا بعتنا شيتين، واحد للبرودكت الاساسي ده متكود خلاص يعني هم حاطين البريك كود بتاعه من موقع جي بي سي، وشيت ثاني اللي اسمه اصناف الخرده او السكراب حاطين فيه الانترنال كود بتاعنا بس ملوش بريك يعني بالزبط. لان اللي اتقال لنا ان انتوا بتبحثوا حل المشكله دي البريك بتاعه تمام. بس لا يا فندم مفيش اي مشكله، حضرتك بس ابعت لي الميل بتاع حضرتك في الشات دلوقتي تمام، هيتم ارسال لحضرتك. حضرتك تاني بس عفوا الاسم بس. خالد السيد يا فندم من جي اس 1 ايجيبت. خالد السيد خلاص ماشي يا استاذ خالد. اوعى تكون بس سكراب، وعندنا بند واحد ايجار يعني ان احنا بس بنأجر المقر بتاعنا مساحات منه لبعض الشركات. الشيت اللي عندي يا فندم اللي تبع شركه ايماك خلصان، فحضرتك ابعت لي قول لي حضرتك لو الشيت ده وافي الكل احتياجات حضرتك كله هزود تمام. عليه بس بند الايجار بس مش اكتر. حضرتك بقى انا هبعت ابعت لي الايميل دلوقتي ماشي. على طول ابعت لحضرتك على طول الايميل. خلاص ماشي، انا شاكر جدا يا استاذ خالد. تحت امرك يا فندم. شكرا لك يا فندم. استاذ عادل انا عندي نفس الحاله اللي مع ايمان دايما. عادل استاذن حضرتك عصام بيه بس انا باخد بس بالاسبيت الريز الهند، فاستاذن كان حضرتك هرجع لحضرتك عصام بيه معلش انا اسف نرجو الصبر. انا في انتظارك. كل استفساراتك هتجاوب عليها يا جماعه كلكم يا جماعه. شكرا في انتظارك. استاذ عادل حميده اتفضل. عادل حميده معاك اخش معاك. شركه ايه يا فندم؟ صباغون المتحدون. اتفضل يا فندم. احنا مصبغه بنعمل خدمات عندنا نسيج من العميل، النسيج ده بنصبغه بنعمله صباغه او بنعمله عمليه غسيل او تبييض او تيفت. انا ما لقيتش الحاجات دي في الجي بي سي خالص. معايا حضرتك؟ معاك يا فندم اتفضل كمل استفسارك. ايه المطلوب؟ النشاط بتاع صباغه النسيج. صباغه النسيج دي خدمه دي ما عنديش خدمات. انا بالنسبه لعمليه صباغه او غسيل او تبييض او نص تبييض دي عمليات ما بيبقاش طالعه خالص. حضرتك كل نشاطك خدمات؟ لا ما بيبقاش طالعه نهائي. يعني نشاط حضرتك خدمات بالكامل. طب حضرتك بعت لنا اي حاجه تخص الموضوع او حاجه اندريا او خالد يردوا علينا؟ بعت الاكواد الداخليه اللي عندي وهي مش كتير يعني 01 02 03 بس انا عايز اربطها بالجي بي سي كود بقى المفروض. فدورت على كود الداينج مفيش، الواشنج البليتش السيم بليتش مفيش الكلام ده. طيب الرد يا جماعه بالنسبه للجي اس 1 انا ما جاليش استفسار من حضرتك، فلو حضرتك تبعت لنا تمام على طول دلوقتي يا فندم يعني واحنا قاعدين دلوقتي. حضرتك استاذن حضرتك تبعت لنا توصيف الخدمه بالظبط يعني بس خالد بالتفصيل. خالد بيه هل ممكن نشير الايميل بتاع السبورت الجي اس 1 حالا يا فندم؟ ابعته لحضرتك على الشات. بس عشان الزملاء اي حد عايز يبعت استفسار يبعته على الشات على طول على الايميل ده على طول. هو جي اس 1 هو نفس الجي بي سي ولا ده ايميل وده ايميل؟ لا يا فندم هي شركة جي اس 1 يا فندم بتقدم لنا السبورت بخصوص الاكواد بتاع جي اس 1 او التصنيف الجي بي سي. طب تمام. الايميل مكتوب يا جماعه e-invoice@gs1eg.org. هو خالد بيه هو gs1.eg.org ولا eg على طول؟ لا gs1eg على طول يا فندم. gs1eg.org الايميل موجود عند حضراتكم يا جماعه من الاستاذ خالد السيد. تمام. هستأذن حضرتك شركة الصباغون تبعت الاستفسار بتاعها على الايميل دوت وخالد بيه هيرد عليه في اسرع وقت ان شاء الله. انا شاكر جدا. شكرا. تحت امرك يا فندم. طيب ناخد شركه حاجه سريعه. مجموعه الدوليه
هم وصلتهم الاكواد اللي ما كانوش لاقيينها فعلا. ايوه. واستاذه غاده من الشركه بعتت لنا خلاص تكويد المخلفات بتاعه المروه والدوليه بناء على الادفايس اللي كانت اديتها لهم جي اس 1 يعني. فهو الموضوع خصام يعني المشكله اتحلت الحمد لله مع محمد محسن دي. بالظبط. طيب. يا استاذه غاده من مجموعه جهينه بعتت ايميل حاطه في قائمه اكواد المخلفات لشركه المروه وشركه الدوليه وحاطه الريكومند جي بي سي كود اللي هو نصحوا بيه جي اس 1 يعني. فاعتقد كده مشكلتهم ممكن ياكد معاها لو عندهم حاجه ثانيه مشكله. ماشي. ولو في حاجه يا جماعه برضو الايميل الخاص بشركه جي اس 1 سبورت ممكن تبعته عليه. طب ناخد شركه صادكو بعد اذنكم. استاذنك يا اندري اتفضل. اندري اتفضل. استاذ محمد محسن او حضرتك او مين حاتم اللي معانا ولا استاذ هيثم اللي من شركه المروه والدوليه؟ هو اللي دخل الاستاذ محمد محسن بس يا اندري. لا في حد رد دلوقتي على موضوع ده. سامر ده سامر. طيب ناخد شركه صادكو. ناخد شركه صادكو بعد اذنكم. تفضلوا شركه صادكو معانا. مساء الخير يا فندم. نادر ابراهيم من شركه صادكو. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل. اهلا بحضرتك. دلوقتي انا عندي حتتين، حته اكواد تخص الاصناف واكواد خدمات. الاصناف انا عندي انا ببيع ثلاجات واجهزه منزليه وكده. كل صنف من دوت بيبقى عليه ضمان. هل الضمان ده يبقى سيرفيس وهياخد كود بريك ولا هيبقى ايه بالظبط؟ لانه بيطلع لوحده مش من ضمن تكلفه الصنف او مش من ضمن ثمن بيع الصنف. احنا جي بي سي اكوادنا جي بي سي. انا اعتقد ان الضمان ده خدمه. الضمان ده خدمه واعتقد ان لازم يكون ليه كود. لكن الزملاء برضو الاكسبرتس ممكن يردوا علينا يعني. خالد بيه اندري. تمام يا فندم. بص حضرتك شركه صادكو كانت بعتت حاجات واحنا ردينا عليها، فهل من الحاجات دي؟ لا هو كان في سوء تفاهم مع جي اس 1 على فكره. لا في سوء تفاهم مع جي اس 1. انا ما بعتش لسه الاكواد بتاعت جي بي سي. لسه ما بعتهاش. طب اوكي. طب خير يا فندم حضرتك. طب ابعت لنا الحاجه واحنا نرد على سعادتك على طول عينين. دي ما فيهاش مشكله. انا بس بتكلم الحته الجديده اللي بانت معايا دلوقتي موضوع الضمان ده. ابعت لنا حضرتك التفصيل بتاع الضمان واستاذن سعادتك يكون في كونتاكت بيرسون بس، بحيث ان احنا لو في مشكله مش عارفين ان احنا مش فاهمين الوصف بنرجع نكلم سعادتك تاني. خلاص على اللي هو الاي انفويس. مظبوط كده؟ بالظبط سعادتك يا فندم. ابعت الاستفسار على ده. طيب حته اخيره بخصوص الاصول الثابته. وفي حاجه اسمها اصول مهارات بيع او املاك عندي. يعني انا عندي املاك ممكن تتباع اسمها اصول مهارات البيع بجانب الاصول الثابته برضه ليها اكواد. يا فندم ليها وحضرتك ابعتها لنا في الايميل وهيتم الرد على حضرتك. هو بقى السؤال ابعت لك كل الاكواد بتاع الاصول الثابته عندي كلها بالتفاصيل. تفصيل المنتج يا فندم. انا اهم حاجه عندي تفصيل المنتج. يعني المنتج ده عباره عن ايه؟ حتى لو اصل ثابت، عربيه ولا مكتب ولا مبنى ولا مكنه ولا مصنع. مفيش مشكله ابعت لك. بس ده ضخم جدا يعني. اصول الشركه كلها ابعتها واحد واحد صح كده؟ بحضرتك لو محتاج تكودها. انا اصلا ما عنديش ليها كود داخلي. الو. ايوه يا فندم مع حضرتك. سامع. انا ما عنديش اصلا ليها كود داخلي. انت عارف الاصول الثابته كانت بتتعامل موضوع ارباح راسماليه وخلاص على كده. الوقت الجديد ان انا لازم اطلع بيها فاتوره. ما هو بص يا فندم، ما هو طالما اي صنف يا جماعه، عموما دي قاعده عامه يا جماعه، اي صنف بعد كده هيطلع في فاتوره لازم يبقى ليه كود. الفاتوره لن تقبل من غير اي صنف. مش هينفع يطلع ايا كان سواء سلعه او خدمه من غير كود ليه. عشان كده ده احنا بنعمل فلازم هيبقى ليها كود. فالبنود على سبيل الحصر الحاجه اللي محتاجه تكويد مع توصيف ليها زي ما المهندس خالد قال، مع رقم تليفون او كونتاكت بيرسون جي اس 1 لسرعه الرد عليه. يعني انا كل الحاجات اللي انا عندي فيها شك انها عايزه تتكود ابعتها واحنا هنتواصل معاهم بقى مبالغ. صح كده على نفس بالظبط. كان المفروض ده يتم بقى له فتره يا فندم. والله احنا كده متاخرين خلي بالك. لا هبعتها لحضرتك على طول النهارده ان شاء الله او بكره بكتير. السلام عليكم.
مفيش وقت يا جماعه، لازم يوم الحد الجاي يا جماعه هنبتدي نشتغل في القصه دي. يوم الحد الحاجات دي كلها لازم تكون خلصانه قبل يوم الحد يا جماعه لو سمحتوا، سرعه الارسال وسرعه الاستجابه لو سمحتوا. انا بس في حاجه يا استاذ ايمن، في حاجه بس يا استاذ ايمن استاذن حضرتك بس، اللي محتاج استفسار ان حضرتك الشيتس بتبقى كبيره زي ما حضرتك طبعا شفنا، مثلا زي مثال مثلا السويدي كان بعت 160 الف ايتم، فاحنا بس محتاجين سرعه ارسال الحاجه اليوم يا فندم، يعني ما ينفعش عن تاخير عن اليوم ارسال الحاجه. المنتجات المنتجات كتيره جدا، فمش هنقدر ان حد يبعت لي الحاجه الخميس اخر النهار ويقول لي انا الحد محتاج اطلع لايف. لا 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 لا، هو الحاجه دي كلها يا جماعه لازم تتبعت النهارده عشان يترد عليها ماكسيمم بكره، علشان حضراتكم تبداوا تجهزوا نفسكم واحنا نجهز نفسنا علشان الحاجه دي تبقى جاهزه يوم 15، والا المسؤوليه تبقى على الشركه. انا اسف ان احنا بنقول كده، بس ده احنا مقدمين لحضراتكم كل الدعم في القصه دي، وطالبين الاكواد دي من فتره كبيره، واستفسارات مفتوحه لحضراتكم بيترد عليها. لو في اي حاجه بتحتاج فحص ولا حاجه بياخد وقتها وترد عليها برده، فارجو لحضراتكم لو في اي حاجه ناقصه تبعتوها فورا فورا. طيب ناخد انا معلش معلش قبل ما نبدا يا استاذ ايمن، انا مصطفى عبد المحسن مدير نجاح العملاء في جي اس 1 ايجيبت. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضراتكم. السلام عليكم جميعا، واهلا وسهلا بيكم. تمام، واحنا سعداء ان احنا يعني جزء من المنظومه ديت، وان شاء الله يعني نامل النجاح ليها ليها كلها ان شاء الله. انا بس حابب يعني اوضح جزئيه خاصه بجزئيه الاصول والسكرابس، تمام، عشان نسهل الموضوع اللي هي استفسار، تمام، وعلى تيم جي اس 1 اللي بيشتغل على الرد على الاستفسارات. ان احنا بنحتاج زي ما زميلي الاستاذ خالد شرح في البدايه، ان كود الجي بي سي ده هو بيعرف يعني حاجه 1 تو ميني، فلازم يكون التوصيف بتاع المنتج واضح وضوح كبير. بمعنى ان في بعض الشركات كانت بتبعت لنا في الاصول مثلا اجهزه كهربائيه، وعلى فكره الثلاجه جهاز كهربائي والبرينتر جهاز كهربائي، وده ليه جي بي سي مختلف عن ده، فمحتاجين التوصيف يكون واضح بما فيه الكفايه. ونفس الفكره في السكرابس، هو الفكره لو انت عندك خرده لازم تحرك توضح لي ان الخرده دي حديد وحضرتك بتبيعها بالشكل ده، ولا فورمن بتبيعها بشكل تاني اللي هو بتتباع مثلا عشان تخش في تصنيع المسامير وهكذا. لازم اي توصيفه، لو حضرتك حتى شايفها صغيره لا حضرتك هي ممكن تساعدنا مساعده كبيره جدا، فحضرتك لازم التوصيف ده يكون بشكل واضح جدا جدا عشان نقدر نرد على حضرتك بالجي بي سي المظبوط. وشكرا لكم جميعا. تمام، شكرا لحضرتك على التوضيح يا فندم، شكرا لحضرتك. طيب استاذن حضرتك بس ننظم الموضوع، ممكن اخد الاستاذ طارق حلمي حاجه لحضراتكم جميعا. والله استاذ طارق حلمي شركه ايه يا فندم؟ مجموعه زهران للادوات المنزليه. اتفضل يا فندم استفسارك. هي برضه بنفس، احنا بعتنا ايميلات من اول ما الريكوست ده طلب مننا من اكثر من شهرين، بس انا ما جالناش رد في خصوص في كذا حاجه اتناقشت، زي برضه عندنا اصول سيارات فقط مش قادر احدد لها جي بي سي بتاعها. عندنا سيرفيس طلاء ذهب الادوات المنزليه او الحاله المثلث بيتعمل لها طلاء ذهب، دي ما قدرتش مع التيم بتاع الاي فاينانس اللي جانا ما قدرناش نحددها في جداول الجي بي سي تصنيفها ايه. عندنا بند كمان تعبئه وتغليف، او بنعمل سيرفيس او سورسنج، يعني ان احنا بنعبي تعبئه وتغليف لشركه ثانيه اللي هي جروب سيب ايجيبت اللي هي اشترت منتجات زهران. طب يا فندم الاستفسارات دي اتبعتت يا فندم على الميل ولا ما اتبعتتش؟ اتبعتت في الاول على ميل الاي فاينانس اللي هو اي انفويس، لما كان بيقول ابعتوا لنا اكواد بعت شيتين شيت بالايتمز اللي انا اوريدي عم طلعتها من الجي بي سي كلاسيفيكيشن، وشيت تاني انا كتبت عليه ان كلاسيفايد ايتم او الايتم اللي احنا مش قادرين نعملها تصنيف. طب اندريا تقدر تقول لنا بس اندريا او سامر او خالد موقف مجموعه زهران ايه؟ فندم الشيب بتاعه بتاع شركة زهران خلصان، الشيب بتاع شركة زهران خلصان وكمل الإيميلات. معذرة يا فندم السلام بتاع أستاذ. لا لا ما فيش أي حاجة، الشيب بتاع شركة زهران خلصان وكمل الإيميلات اللي بعتت للمصلحة. فهستأذن استاذ، انا اسف استاذ طارق حلمي، ايوه تمام، ابعت لنا حضرتك الايميل بتاع حضرتك على الشات وهيتم ارسال لحضرتك الشيت على طول. تمام، شكرا جدا على حضرتك، شكرا، شكرا لحضرتك، الشيت خلصان يا فندم.
طيب ناخد الاستاذ مصطفى كامل وبعد كده هروح لعصام بيه فهمي. ناخد الاستاذ مصطفى كامل. استاذ مصطفى كامل طيب استفسار حضرتك ايه عصام بيه فهمي؟ اتفضل. عصام من اكسا ايجيبت. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقه احنا واقفين بس على كذا حاجه كده بخصوص ان انا بعمل خدمه صباغه للغير. انا بشتري الياف اكريليك خام من الخارج وببيعها وده المنتج الاساسي. انا اسف بس هو مين اللي شاير شاشته؟ استاذ هاني. طب خلاص حصل خير. اتفضل استاذ عصام. اتفضل تاني. هو ببيعها اصبغها وابيعها وده المنتج الاساسي ومعانا الجي بي سي بتاعه ما فيهوش مشكله. بعض العملاء المحليين بيبعتوا لي اليافهم الاكريليك عشان اصبغها، فانا عاوز كود الصباغه ده شكله ايه في جي بي سي لان احنا مش لاقينه. طبعا انا عندي اكواد داخليه بعتها للضرايب والضرايب بعتتها لشركه جي اس 1 والمفروض كلمونا كمان في التليفون وقالوا لي ان هم هيكودوا ويرد علينا، فحتى يوم الخميس اللي فات ما حدش رد علينا. فاول حاجه خدمه الصباغه ايه الكود بتاعها ده واحد. السؤال الثاني كان بخصوص هالك انتاجي، هالك الانتاج نفسه بقى. انا بجيب الياف بصبخها فبيطلع هالك. عندي نوعين من الهالك، هالك الالياف وهالك الاسطوانات. قالوا لي برضو شركه جي اس 1 هتكود لك بالاضافه لاكوادك الداخليه، فلو في اكسلايه جاهزه احنا في انتظارهم. في عندي بقى مخلفات زي اي شركه تانية، وموصف المخلفات برضو كويس جدا في شيت بعته للضرايب، سواء كانت عبوات صبغه حديد، انا بشتري الاصباغ من الخارج في عبوات صبغه حديد، تنكات بلاستيك لكيماويات وهكذا، ومكودها عندي وبعتها. حاجه اخيره الاصول الثابته، انا عندي الكاتيجوريز بتاعتها مينلي واضحه جدا، سيارات لو حبيت ابيع السيارات، ماكينه انتاج حريحه، اساس، اي جزء من الاساس بصفه عامه، مكتب ترابيزه، انا بتكلم عن اساس بصفه عامه. فبعت لشركه يعني جي بي سي، بعتنا للضرايب وهي بعتت لجي بي سي، فانا مش عارف هل عندهم خبر خلصت التكويدات بتاعت الحاجات الاستثنائيه دي ولا لا، محتاج اعرف بس. تمام يا فندم. هو حضرتك كنت يا جماعه حضرتك كنت بعت ميل شهر 9 تمام بالاستفسار وترد عليها، فهل حضرتك عندك اي حاجه بيندنج تانية؟ لو عند حضرتك حاجه بيندنج، حاجه من اتنين، يا اما حضرتك شرفنا بالاتصال على الخط الساخن بتاعنا هيتم الرد على حضرتك خلاص، او حضرتك لو حابب تبعت لنا ميل برضو على انفويس حضرتك يبعت لنا ايميل على انفويس ان في حاجات انكلاسيفايد محتاجه توضيح، وفي حاجات هنقول لحضرتك ان احنا بس ايه توضيحها عشان نقدر ان احنا ندي لحضرتك الكود السليم. فندم احنا اوريدي بعتنا الحاجات اللي واقفه دي، سواء كان خدماتنا او باكوادها الداخليه او الهالك بتاع انتاج الاساسي او مخلفات المصنع او الاصول الثابته، كل ده انا بعته وكلمتوني انتوا في التليفون، في استاذه كلمتني بالتليفون من شركه جي اس 1 وقالت لي هنكود وهنتواصل مع حضرتك. فحتى الخميس اللي فات مفيش حد تواصل، فانت اوريدي الاكسلات موجوده. انت شايف ان انا عاوزني ابعت لك النهارده على الايميل اللي بعته لنا اللي هو اي انفويس جي اس 1، مش هو ده كده يا فندم؟ بالظبط يا فندم. اي انفويس جي اس 1 احنا شركه اكسا ايجيبت، ابعت لك نفس الاكسل تاني. انا محتاج الكود الاكواد بتاعت جي بي سي اللي تتماشى او جي اس 1 اللي تتماشى. استاذن حضرتك بس ثانيه واحده، بس استاذن حضرتك ثانيه واحده ممكن؟ اتفضل. هو بس لو اي شركه خلال السيشن اتفقت على ان احنا نبعت حاجه لجي اس 1 هنكتب بس اسم الشركه والايميل اللي فيه الكونتاكت، الايميل اللي هيتبعت يعني عليه في الشات. انا بعت يوم 11 اكتوبر يا فندم للضرايب. يوم 11 تمام. اكتوبر تمام. والضرايب يا فندم بعتت لشركه جي اس 1 باسئلتي المتعلقه دي اللي هي واقفه دي. تمام تمام تمام. وشركه جي اس 1 يا فندم كلمتني كمان، يعني هم تواصلوا معايا احنا هنكود
وهنتواصل معاك. فلما طيب هو بس يا فندم هو اكيد اكيد يعني حاجات حضرتك خلصت، بس هي خلال الخميس والجمعه والسبت كان كل الحاجات خلصت، فممكن تكون بس الايميل لسه ما وصلش لحضرتك او هيوصل او وصل وانت لسه ما تشكش عليه. بس هو من الخميس للسبت كان في يعني شغل كتير جدا خلص في الثلاث ايام دول. مفيش حاجه وصلت، مفيش مشكله عن طريق الايميل اللي قلت لحضرتك عليه الاستاذ خالد السيد كتبه بتاع invoice@js1eg.org. تمام، حضرتك هتبعت عليه بس الايميل بتاع حضرتك، هتبعت عليه من الايميل بتاع حضرتك الاستفسار وهو هيرد على حضرتك. خلاص تمام يا فندم، هبعت لحضرتك حالا واحط نفس الاكسل لاين المفروض جات لكم الضرايب برضو واشوف. مفيش مشكله، مفيش اي مشكله يا فندم، اساسا حضرتك فعلا ابعتها لنا واحنا هنرد على حضرتك على طول. جزاك الله كل خير. شكرا لحضرتك. ممكن توضيح نقطه الايميلات، هو لازم الايميل المسجل عندكم زي ما حصل في السيشن التوقيع الالكتروني، ولا انا مثلا انا كونتاكت، انا مش الميل المسجل رسمي انا، بس انا كونتاكت اللي تابع البروجكت كله، فابعت ميلي الشخصي ولا لازم الميل المسجل عندكم خاص بالشركه؟ هو يفضل من الايميل اللي حضراتكم بعت اللي جه عليه الانفيتيشن دلوقتي. يا جماعه استاذ نعمل ميوت بس يا جماعه لو سمحتوا. انا هبعت لحضرتك حالا دلوقتي يا فندم وفي انتظار ردكم. تمام يا فندم، ويفضل يا فندم يتبعت من الايميل اللي جه عليه الانفيتيشن بتاعه الورشه العمل. حاضر يا فندم، شكرا لحضراتكم. طيب ناخد الاستاذ احمد الشرقاوي. استاذ احمد الشرقاوي، استاذ احمد الشرقاوي، اهلا وسهلا يا فندم. الو، ايوه يا فندم. شركه ايه؟ شركه الصفا للطباعه والتغليف. الصفا للطباعه والتغليف. اه تمام، استفسار حضرتك ايه؟ بعت الكرتون والورق والتغليف. احنا كنا بعتنا شيت بالاكواد الداخليه بتاعتنا وفقا لتصنيف الجي بي سي من حوالي اسبوعين برضو، وما جالناش رد ان هم هل اعتمدوا الاكواد ديت ولا في متطلبات تانية هم محتاجينها. وكنا بعتنا شيت تاني بالمخلفات بتاعتنا وما جالناش التكويد بتاعها، عشان نقدر ان احنا تمام الفتره اللي جايه نصدر الفاتوره بشكل صحيح. خالد بيه، شركه الصفا. معلش فندم، احنا ما جالناش ايميلات من شركه الصفا، فهو بعتها لمين حضرتك؟ معلش اندريش بعتت لل المجموعه اللي جات لحضرتك. في ايه فندم؟ في الايميلات اللي جات لحضرتك كان في مشاكل بتاعه شركه الصفا للطباعه والتغليف. طب ثانيه واحده يا فندم نبص عليه. ثانيه واحده استاذ حضرتك، معلش يا جماعه احنا بنرجع. الو، احنا بس يا جماعه استاذنكم ان انا برجع ابص بس على الملفات عشان ملفات كتير والشركات كتير، فثانيه واحده انا بقول ان هو ما جاليش من الصفا، فثانيه واحده نبص على الحاجات بتاعه استاذ اندريا. ثانيه واحده يا فندم، معلش يا جماعه نرجو المعذره لان الشركات كتير والاكواد كتير، فمعلش يعني نستوعب بعض وان شاء الله كله هيترد عليه باذن الله. هو في ميل لسه بعتينه دلوقتي برضه حضرتك للجي اس 1. انتوا لسه بعتينه ميل دلوقتي؟ اه برضه بالاكواد تانية اللي احنا بعتينها للمصلحه وبالاكواد الدشت اللي احنا محتاجين نكودها. ده هو يراجع الميل بتاع حضرتك وممكن اللي يوصل له دلوقتي. بعتوا يعني على استاذ احمد. استاذ احمد كان استاذ اندريا بعت لنا فعلا والحاجه جاهزه. حضرتك بعت لي ايميل سعادتك وهنفرض لحضرتك الحاجة، الشيت بتاع حضرتك جاهز. شركة الصفا الشيت جاهز يا فندم. حضرتك ابعت على الايميل بتاع invoice@js1. انا سايب الميل بتاع الشركة والميل الشخصي بتاعي على الشات بتاع الميتنج. طب ممكن استاذن حضرتك للسهولة يعني او للتسهيل، حضرتك ابعت ايميل على ايميل جي اس 1 اللي هو invoice@js1eg.org، ابعته لحضرتك تاني على الشات. تقدر تدخل على الشات يا فندم؟ تمام يا فندم، اه موجود. تمام، طيب انا لسه بعته حالا اهو برضو تاني نفس الميل اللي بعته الاستاذ خالد، اللي بعته الاستاذ خالد بعته لك تاني اهو. تمام يا فندم، هنكرره كذا مره على الشات يا فندم. ابعت بس استفسار حضرتك تاني ورجاء برجاء ارسال الشيت الخاص بشركه الصفا. تمام يا فندم، شكرا، وهيترد على حضرتك حالا. شكرا لحضرتك يا فندم. تمام يا فندم، شكرا يا فندم. طيب الدكتور محمد محي الدين. دكتور محمد محي الدين. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اهلا بحضرتك. معاك دكتور محمد من مجموعه يوسف علام، بدرس تحوير الورق. مجموعه يوسف علام. يوسف علام، بدرس تحوير الورق. بدرس لتحويل الورق، ماشي يا فندم.
احنا كنا فعلا تواصلنا مع اي فاينانس ومع الاستاذ عصام من الجي اس 1 من فتره كبيره يعني، وبعتنا ايميل بالمنتجات بتاعتنا. هو عباره عن يعني احنا حددنا البريك بتاعنا الاقرب، من اقرب بريك لينا كان تقريبا دي واحده اقرب بريك حددناه اللي هو 1000 وبعدين 1304، وبعتنا ايميل من يوم 26 اكتوبر بنطلب فيه التاكيد على ان هل هو ده البريك اللي هنشتغل عليه لكل منتجاتنا، بالاضافه ان احنا عندنا منتجات ثانيه اللي هي زي ممكن مخلفات زي داشت او خدمات تقطيع او خدمات بنعملها سيرفيس للعميل، مش منتج بيطلع يعني، بنعمل سيرفيس. واحيانا بننتج لفات يعني، مش بنعمل روزن بس، احنا بنطلع لفات. طيب المنتج لينا هو الكود اللي بقول لحضرتك عليه، فمحدش اكد لنا عليه، بلس ان محدش قال لنا لسه لحد دلوقتي بالنسبه للاكواد المخلفات او اكواد السيرفيس هنعمل ايه. انا بعت الاكسل ده يوم 26 اكتوبر. هي طبعا معلش طبعا نظرا لضغط الشغل ممكن يكون الوقت بس يحتاج لمزيد من الدراسه عشان نرد على كل الشركات، لكن بسال حضرتك سؤال، هل في اي اضافه حضرتك بتسال عليها بخلاف اللي انت بعته في الشيت اصلا ولا كل اللي انت بتسال؟ جميل. طيب استاذ خالد ما تردش عليا. طيب باشمهندس خالد، شركه بابرس لتحويل الورق او اندري في موقفها؟ انا بالنسبه لي انا بس يا فندم ثواني بس بنبص عليها نشوف الترد او ممكن يكون الشيت جاهز ثانيه واحده، يا اما من مجموعه يوسف علام يا اما من شركه بابرس لتحويل الورق. ماشي يا فندم، ماشي ثانيه واحده بالظبط. ماشي يا فندم. كنا بس عايزين تاكيد على الكود اللي احنا اخترناه ده هل هو صح ولا لا. اكيد احنا اكيد يا فندم الصراحه اكيد هترد على سيادتك. ماشي اكيد هترد على سيادتك، اكيد عليه يعني. طالما ما تردش على حضرتك يا فندم يبقى كده ما فيش مشاكل. ايوه يعني هنشتغل بالكود ده. هتشتغل بالكود ده بالظبط حاضر بقى. طيب بالنسبه لبقيه الحاجات اللي احنا مش لاقيين لها كود زي السيرفيس والمخلفات او الداش، ماشي استاذ خالد لسه هو بيقول لحضرتك هيدور ويشوف الشيت بتاع حضرتك جاهز ولا لا، هو لسه بيتابع دلوقتي. هيوصل لحضرتك الرد حالا يا فندم. طيب تمام. انا بعت ايميل النهارده دلوقتي وانا بتكلم مع حضرتك برضو، وحطيت جي اس 1 اي انفويس جي اس 1. طيب يبقى شركه بابرس يا خالد بيه الشيب بتاعها جاهز وهيترد عليهم. تمام ماشي يا فندم. بابرس ان شاء الله يترد عليهم حالا على طول. تمام طيب. شكرا لحضرتك جدا. شكرا شكرا, شكرا. لحضرتك. النهارده باذن الله هتلاقي حضرتك الرد عند ساعات. ربنا يخليك. شكرا يا فندم. شكرا. استاذ رمضان زكي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. شركه ايه يا فندم؟ رمضان زكي، شركه ميراكو انتاج الاير كونديشننج كارير ومايديا وتوشيبا. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. انا بس يعني مداخلتي كان هدف منها هو ان احنا عندنا كونفيوجن ما بين الكودينج وطريقه التكويد، وده بالنسبه لي وبالنسبه لمجموعه من الناس. احنا كشركه الفواتير اللي بتطلع من عندنا هي فيها الكود بتاع البرودكت اللي انا ببيعه سواء فينيشد كود او سبير بارت، لكن ما عندناش اكواد خاصه بالسكراب او بالاصول الثابته. الاصول الثابته عندنا كود للاصل الثابت لكن مش كود بيتحط في فاتوره. نفس الكلام بالنسبه للسكراب. السكراب ما بيتباعش لانه ما بيبقاش مصنف. يعني انا النهارده بيطلع من عندي انواع متعدده ومختلفه من السكراب، عمرها ما بتكون مصنفة في كود معين، لان انا مرة عندي يطلع عندي نحاس باكواد مختلفة باشكال مختلفة من نحاس مختلف وهكذا. فتكويد الاسكراب بالنسبة لنا احنا ما بنحطوش في فاتورة اصلا. اللي انا فاهمه من الانفويسنج ان انا عايز ابعت لحضراتكم اللي هي مصلحة الضرائب كل الاكواد البيعية اللي انا ببيعها واللي انا بنتجها، تمام، واللي هي بتطلع من عندي فاتورة ضريبية. لكن الحاجات التانية حتى لو ببيعها ما ببيعهاش، حتى ببيعها لو انا ببيع سكراب ما ببيعوش، مش ببيعها في فاتورة بيعية طالعة من على السيستم. ممكن ما اعرفش، ممكن يكون الزملاء عندنا في الشركة بتتباع بشكل محاسبي معين لكن مش بشكل فاتورة رسمية. لاني مثلا لو عندي مكتب، انا كشركة ما عنديش تصريح ان انا ابيع مكتب او ابيع ترابيزة او ابيع كاوتش او ابيع اي او ابيع عربية او حاجات زي كده. انا شركة لانتاج التكييف، فانا ممكن ابيع الرسمي والمصرح لي ان انا اطلعه في فاتوره ضريبيه هو التكييف فقط وقطع غياره والخدمات القائمه عليه. فازاي انا هطلع فاتوره اكود الحاجات دي واحطها في فاتوره
وبيع حاجات منتجات انا ما بنتجهاش، هل ده ضريبيا او قانونيا او تصريحيا ده شيء صح؟ دي نقطه. وهل ده لو هو ده الزاما هل لازم اكود كل ايتم في السكراب؟ لما تخيل حضرتك مثلا المكونات الصناعيه اللي هي طالعة من عندنا كشركه كسكراب حجمها وشكلها بيبقى عامل ازاي؟ انا بيبقى عندي اطنان من النحاس بتخش في العمليه التصنيعيه بتطلع باشكال مختلفه، حاجات خارجه من التكويع، حاجات خارجه من المواسير، حاجات خارجه من الصاج، كل دول تحت بند نحاس، في حاجات تحت بند صاج وباشكال مختلفه وباحجام مختلفه. فتكويد الكلام ده صعب جدا، وازاي ان انا احطه في سيلز اوردر ويتحط زي صمت؟ ده برضو معناه ان انا اذا كان عندي 30 40 الف كود ببيعه وبشتغل فيه هيبقى عندي اكواد تانية موازيه او بنفس العدد في الماستر ديتا بتاعتنا، وده اوديت وايز مرفوض ان انا اكون ان انا امانج الماستر ديتا بتاعتي بشكل منظم وبشكل بيتراجع عليه بشكل دوري من اللوكال اوديتور اللي في مصر ومن الاوديتورز اللي موجود سواء من كارير وورلد وايد او من الشركات العالميه اللي احنا اللي هي شيرد في الشركه. فازاي احنا ننظم هذه الجزئيه؟ طيب خليني اسال حضرتك سؤال بس الاول. هو دلوقتي قبل الفاتوره الالكترونيه حضرتك كنت بتتعامل مع كل هذا بفواتير ازاي؟ يعني بغض بخلاف الجزء الخاص بنشاط حضرتك التكييف وقطع غياره وخلافه، ده اوريدي بيصدر له فواتير صح كده؟ لا معرفش بيصدر له فواتير. لا بس سيبك من الفاتوره الالكترونيه دلوقتي، بتكلم على نشاط حضرتك العادي قبل الفاتوره الالكترونيه. تمام. انت كنت بتهندل كل اللي حضرتك قلته ده ازاي لما كنت بتتعامل بانك عايز تبيع مكتب ولا عايز تبيع اصول ولا عايز تبيع حاجه؟ كنت بتعمل ايه؟ مش كان بيصدر لها فواتير؟ لا مش فواتير بيعيه، ممكن تكون معامله محاسبيه. معامله محاسبيه الزملاء في الفاينانس ممكن يجاوب على الجزئيه دي، لكن مش فاتوره. اصلا عشان احطه في فاتوره محاسبيه لازم ان انا اعرفه في الماستر ديتا كمنتج او اعرفه في الماستر ديتا بتاعت الشركه واعمل له كلاسيفيكيشن وبعدين احطه في فاتوره بيعيه في كاتيجوري معين. الكلام ده كله ما بيبقاش كده، ممكن يتعمل فاتوره محاسبيه بتقول ببيع سكراب برقم، لكن ما بحطش فيه الايتيمز بتاعته لان ما يهمنيش انا على مستوى الشركه ان انا احط الايتيم اللي هو السكراب اللي خارج من النحاس اللي فوق 18 يتحط ايتيم، والكود 25 يتحط ايتيم، والتكويع اللي كذا يتحط ايتيم، ولو جت حاجات انا اعملها 18 وفيها 19 احطها ايتيم. او نفس الكلام بالنسبه لاصول السبت ما بتتحطش في فاتوره، لان انا كشركه الانتاج التكييف انا لو عايز ابيع حته ارض مثلا تملكها الشركه او مبنى او كده ما بعرفوش عندي في الماستر ديتا بتاعت الانتاج ان المبنى الفلاني كوده 5 وبحطه في فاتوره تطلع باسم شركه ميراكو لانتاج التكييف ببيع ارض. طب زي مش كده؟ طبعا ممكن تتم بشكل محاسبي اخر، ان انا عملت عمليه محاسبه بعقود قانونيه ما بيني وما بين الشرب، ما بيني وبين الطرف الاخر، سواء اي سواء اصول ثابته او تبر المبيعات الاخرى، بتطلع في مستندات قانونيه بشؤون قانونيه بعقود بمستندات وتتعمل توريد محاسبي ايداع بنكي او تبر القصه، لكن ما بتطلعش اي حاجه مش ببيعها اصليا وما عنديش تصريح ببيعها ما بتطلعش عندي فاتوره رسميه ضريبيه. مش من حقي ان انا احط ببيع كرسي وانا في شركه. تمام التكييف. واضح واضح استفسار حضرتك يا فندم. طب انا عايز اخد راي الزملاء بس من البيزنس، استاذ محمد كشك، استاذ صلاح، استاذ خالد. ايوه بس معايا استاذ محمد كشك استاذنك دلوقتي شركه ميراكو. انت سمعت الاستفسار؟ تمام. كنت عايز بس اعرف يعني الكلام ده في ضوء الفاتوره الالكترونيه هيعالج ازاي؟ طيب هو معالي الباشا، هو طبعا حضرتك طبعا المخلفات والسكراب والاصول الثابته والهبالك والحاجات دي كلها، دي الطبيعي انها ملهاش اكواد عندك داخليه لان هي مش مبيعات ايتمز من منتجات الشركه، ولكن المتابع طبعا انت هتحصر، هتبيع سكراب، هتبيع مزاد اصول، انت بتعمل مزاداتك سواء هتعمل سكرابك ده بتخفيض تكلفتك او هتعمل مبيعات مخلفات او هتبيع اصول واتيفر يعني، او هتعمل مزاد بالحاجات دي كلها، فانت بتعمل حصر بالاصناف دي، وهي اما بتتم بموجب عقود بيع مع الراجل اللي هتبيع له الحاجات دي، او بيتعمل بيع بالفعل فواتير. فانت في ظل المنظومه دي بمنتهى البساطه هتحاول يعني حتى لو انت ما بتعملش فواتير في الظروف العاديه، بدل عقود البيع والمستندات العاديه بتاعتك بتحط ده في فاتوره البيع، وبتختار بس المصلحه بالاصناف السكراب او الاصول اللي حضرتك هتبيعها في مزاد او هتبيعها بصفه دوريه وهتكودها وتبيع الفواتير. بص حضرتك انا ما عنديش بيزنس سايكل اسمها بيع اصول ثابته او بيزنس سايكل اسمها بيع مخلفات في السيستم اللي موجود عندي. انا بشتغل بالاس اي بي،
از ستاندر اي ار بي ما عندناش سايكل اسمها سايكل لبيع المخلفات وبعمل لها داخل على الدوكيمنت تايب الفلانيه عشان اختار الكاتيجوري الفلانيه. ده معناه ان انا هنشئ بزنس سايكلز في السيستم نفسه اسمها بيع مخلفات او بيع اصول ثابته، دي مش موجوده اصلا. انا موجود اللي موجود عندي ببيعها بشكل قانوني بكونتراكت ما بيني وما بين الشخص اللي بيشتري او بيبيع، وتتراجع قانونيا ويتم عليها نسب ضريبيه. انا فاهم حضرتك، انا فاهم حضرتك، انت بتتعامل بموجب عقود بتاخد عليها من اداره الضرائب الفئات المستحقه عليها ايه، وبتسمعها مسؤول قانونيه عندك وبتبيعها. احنا بنقول لحضرتك المفترض ان انت تعدل الاي ار بي عندك عشان دي تتم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لأن البديل إن حضرتك هتعمل بيها تسوية أو هتعمل بيها قيد محاسبة بس تثبت فيه مبيعات المخلفات أو الأصول دي بدون ما تظهر عندي على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وده يعني مش 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 هدف المنظومة. هدف المنظومة إن إحنا بنحاول بقدر الإمكان نغطي كل تعاملات الشركة من مبيعات ومخلفات وكل أشكال البيع المختلفة. لا. طبيعي ان مش دي بس الحاله اللي حضرتك. طيب انا التيم في الفاينانس بيكلمني دلوقتي بيقول احنا بنعمل فاتوره اجماليه، بمعنى ان هو بيقوم مطلع فاتوره، الفاتوره دي بتبقى مكتوب فيها ايه لط خرده كذا، لكن ما بيحطش فيه اصناف. تمام، لكن ما بيحطش حضرتك فيه. لو انا هرد على حضرتك برضه، لو انت مبيعات الاسكتات دي عندك مبيعات لسلع مستعمله، سلعه بحالتها مثلا مستعمله، فحضرتك ساعتها دي سايكل عندي. يعني لو اي مثلا حاجه معمول لها ريورد او كده ده بيع عادي. تمام، لكن انا بتكلم على استراب الانتاج. في حاله ثانيه بتبيع كلوت لطين او كيلو حديد وصاج مثلا. تمام، خلاص في الحاله دي مبيعات الخرده، في الحاله دي اللي هي مبيعات بالطن او بالكيلو دي بيطبق عليها السعر العام للضريبه، ودي هتشوف الصنف الاقرب صنف ليك في الجي بي سي للتصنيف، وهتسجل بيها كصنف واحد بس وتبيع بيه اللوت. يعني دي كخرده بس، مبيعات خرجه حديد وصاج. اذا حاليا هي ما لهاش تكويد عندي الا وقت البيع النفسي نفسه، ان انا براجعها بكودها تكويد. دلوقتي ما عنديش كود، يعني ما هي دي الفكره. وقت البيع لازم يكون ليها كود، يعني انت قبل ما تبيعها لازم يكون الكود بتاعها مسجل عندنا على المنظومه عشان تقدر تبيع بيه. انت مش عايز تخليها كاصناف مختلفه، انت بتبيع لط على بعضه كده حديد وصاج ومش عارف ايه وحاجات زي كده، خلاص مفيش مشاكل. انت بتختار التصنيف المناسب ليها كخرده يعني، وبتكوده وبتبيع عادي، مفيش مشاكل. خلاص، يبقى انا مطلوب مننا دلوقتي اللي هي الاكواد، الحاجات اللي انا ببيعها فقط، الحاجات اللي انا لسه مش هبيعها دلوقتي او لما يجي وقتها هيبقى التكويد بتاعها ليه. بالظبط، يعني حضرتك عايز تبعت لو هي محدده عندك طبيعتها دلوقتي ومعتاده عندك، عايز تبعت دلوقتي وتحتفظ بالتجريب بتاعها، عايز لما تيجي تعمل مزاد زي ده تبعت قبله الكود للمصلحه وهي وتطلع فاتورتك بعد كده زي ما تحب يعني. يعني هو يفضل رمضان بيه، يفضل ان الموضوع يكون يعني متحدد من قبلها، والموضوع ده معمول له كاستمايزيشن عندك في الاي ار بي، ومعمول للحصر بالاكواد دي كلها او بالاصناف دي كلها اللي ممكن يعني ما يكونش ليها اكواد دلوقتي، ونبدا عليها شغل من دلوقتي افضل، ويتبعت للمصلحه ويتحط عندنا ان كيس ان يبقى في اي استفسارات بخصوصها او اي تعديلات ممكن تكون محتاجينها، علشان بس نتجنب اي يعني حدوث اي مشكله اثناء او بعد التشغيل الفعلي للمنظومه. ممكن تحصل عند حضرتك اي دروب في السايكل، فهيكون ساعتها المشكله ان حضرتك اغفلت ده، ممكن في زحمه الشغل تبقى في حاجات اغفلت وانت محتاج تبيعها دلوقتي والمنظومه ما بتسمحش بده، فهيبقى في مشكله كبيره ممكن تحصل. يعني عشان شغلك انت، عشان شغل حضرتك يعني من الاخر، عشان ضيق الوقت، وعشان ضيق الوقت طبعا، لان المنظومه الوقت ضيق وفي بارامترز كتيره في التشغيل، سواء في الكودينج وسواء في الاي سيجنتشر وسواء الامبلمنتيشن اللي بتتم على ار بي. قصدي ايمن ان انت مثلا لو ما بعتش الاكواد دلوقتي، انت مثلا ممكن تفاجئ ان انت بكره عايز تبيع مثلا سكراب معين او لوت معين، فهتحتاج انك لسه تبعت الكود الاول عشان يظهر، عشان تقدر تحط الكود بتاعها على الفاتوره وتبعت. وده لسه هيتراجع ويتاكد على حضرتك قبليها، وبعد كده هيتحط في المنظومه الداتابيز. طيب عايزين نراجع مع الزملاء اللي هو الديلي ورك هيمشي ازاي. يعني احنا دلوقتي في الانيشال امبلمنتيشن، فاحنا بناخد البالك بتاع البرودكت كلها وبنبعتها لحضراتكم سواء في جي اس 1 او في التاكس او في الفاينانس.
الديلي ورك هيتم ازاي؟ مثلا في بعض الشركات بتنتج كل يوم بتعمل اكواد جديده، الديلي ورك هيتم ازاي في الحته دي؟ انتاج اكواد جديده يا فندم لازم يتبعت المصلحه الكود الجديد دوت مع رقم التسجيل زي نفس السايكل اللي انت بعت بيها الاكواد بتاعتك على المصلحه، والمصلحه بتراجع مع حضرتك الكلام ده وبتاكد عليك قبل ارسال اول او قبل اصدار اول فاتوره بهذه الاكواد. تمام. فالسايكل اللي ممكن تحصل ممكن تبقى ديلي، ممكن تبقى ويكلي، تبقى مانثلي، ايا كان، بس الاكواد دي لازم توصل للمصلحه قبل اصدار اول فاتوره. في كوميونيكيشن معينه او فورمات معينه؟ نفس الموضوع يا فندم، ايميل المشروع برضو، وبتبعت ايميل عليه وبنتابع، ولو في اي ابديتس طبعا بالنسبه للكوميونيكيشن، سواء مثلا اتعاملنا مع اي فاينانس او الدعم الفني بشكل معين، اكيد هيبقى في طبعا اختار لحضرتك او لحضراتكم جميعا كشركات بالكلام ده اول باول يعني. احنا مش السايكل اللي موجوده دلوقتي مش هتفضل ثابته زي طول الوقت يعني، لازم اكيد هيبقى فيه تطوير، والتطوير يا جماعه دايما لازم هيتم يعني بس خطوه خطوه يعني، نشتغل مع بعض، واي حاجه احنا بناخد ارائكم طبعا بعين الاعتبار، والا احنا مش مختارين حضراتكم يعني هباء كده، دي شركات محترمه وشركات كبيره وشركات متعاونه، والهدف كله ان احنا ناخد الفيدباك بتاع حضراتكم، وحضراتكم بتفيدونا زي ما احنا بنفيد حضراتكم. طيب فلازم طبعا هيبقى في مشاكل، ممكن يبقى في اخطاء، ممكن يبقى في لاج في وقت معين، ممكن يكون في اي حاجه، احنا بنستفيد من ده وبنطور من شغلنا وبنطور من الخدمات اللي بنقدمها. طيب. والدعم اللي اتفضل. ده معناه ان انا كل فاتوره بعملها على مستوى كل البيزنس اللي عندي وعلى كل الزملاء اللي حاضرين الورك شوب دلوقتي كلهم هيحصل اوتوماتيك بوستنج للفاتوره بالبرودكت بتاعتها بالاسعار بكل شيء عند التاكس اثوريتي ويرجع. تمام. هل الهاردوير اللي هو اجينست الحته الثانيه كيبابل من النهارده لنفس الحجم ده من الترافيك؟ عشان لا نفاجئ في ان احنا النهارده مثلا اول اكبر شركات في بيبداوا المشروع، ان احنا كلنا عملنا ترافيك عالي جدا، ولو السايزنج بتاع الهاردوير اللي الناحيه الثانيه ولا الترافيك اللي الناحيه الثانيه مش كيبابل للترافيك ده هيحصل داون. لا ما تقلقش يا فندم، ما تقلقش يا فندم، الموضوع ده مدروس بدقة ومدروس بعناية، وشركات عالمية معانا، شركة اي فاينانس وشركة مايكروسوفت واخدين كل ده في عين الاعتبار، كل الايديال ستاندرز متاخدة في عين الاعتبار، كل الحاجات السكيورتي مأخوذة في عين الاعتبار، ديزاستر ريكفري، كل حاجة مأمنة خروج المنظومة بالشكل الكافي ان شاء الله. جميل. الجزء بتاع الديجيتال سيجنتشر احنا اشتغلنا فيه مؤخرا وطلعنا اوردر للراجل للسبلاير اللي هيورد، فبيقول اقرب وقت للتوريد من 4 لـ8 اسابيع. خليني بس يا فندم ما ناخدش يعني الجزء الخاص بالديجيتال سيجنتشر كان ليه سيشن يوم الخميس وقتلناه بحث نوعا ما. أيوة. وعند حضرتك بعتنا حضرتك في الشات بتاعه واللينك. انا عارف والله، بس خلينا ما ناخدش الكلام ده دلوقتي علشان بس ما يتفتحش اي استفسارات خاصه. اوكي مفيش مشكله، خارج السكوب. تمام. التايمينج يا فندم كان يعني خليني ما ردش نفس الرد اللي رديته في السيشن اللي فاتت، ان الكلام ده كان المفروض يؤخذ في عين الاعتبار من فتره كبيره، ويبدا الخطوات دي من شهر 7 اللي فات، ولو كنا خدناها من شهر 7 اللي فات كان زماننا خلصنا، زي ما في شركات كتير جدا خلصت. هو احنا يعني ايا كان بقى مين، انا مش عارف حضرتك يعني قدمت العقد بتاع حضرتك امتى او غيره، بس انا بكلم ان في شركات خدت الموضوع في خطوه. حضرتك الموضوع كسوليوشن يتناسب مع الشركات الكبيره اللي هي شغاله على اي ار بي كبير، يختلف عن شركات باحجام بسيطه او متوسطه. تمام. فالشركات البسيطه تقدر تستخدم التوكن، احنا اشتريناه من اول يوم، بس التوكن از نوت ريزنبل سوليوشن بالنسبه لشركه بحجمنا، فكان لازم نروح لسوليوشن اكبر. السوليوشن الاكبر از نوت ريدي في الماركت المصري وهيجي كمان فتره، فاحنا عملنا غيرنا، بدانا مع ده وغيرنا مع ده، بس اللي انا عايز اقوله ان في بعض الايتيمز ممكن تبقى فيها نوع من التعطيل. احنا طبعا عايزين نطلع من اول يوم ما عندناش اي مشاكل، واحنا عايزين نسبورت الفكره، ان دي فكره مثاليه وعبقريه، فاحنا عايزين نشجعها ونشغلها، بس بقول ان في بعض البارامتر ممكن تكون مش في ايدينا. anyway ده سبجكت تاني، بس يعني انا بالنسبه لي it is enough بالنسبه للجزئيه الاولانيه بتاعه البرودكت، وشكرا لحضرتك. تمام يا فندم، شاكر لحضرتك جدا. بالنسبه للزملاء اللي بيسالوا على الشات على اللينكات الخاصه بالتوقيع الالكتروني، احنا مجازا برضو هنبعت لحضراتكم هنا اي اللينكات الخاصه بالتوقيع الالكتروني عشان لو حضراتكم تحبوا ترجعوا لها برضو. تمام، هبعتها حالا خلال دقيقه او دقيقتين. طيب شكرا شركه ميراكو. استاذ حاتم البهنساوي. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام، شركة ايه يا فندم؟ تاني كده؟ شركة جلوبال ترونكس. جلوبال ترونكس. ترونكس، تمام يا فندم. اتفضل استفسار حضرتك. نشيطات بالاكواد. انا اللي مش سامع حضرتك ولا ممكن تاني كده عشان ما سمعتش حضرتك تاني؟ اتفضل. احنا بعتنا شيتات الاكواد متكودة، في جزء منها الانتاج التام متكود جي اس 1 وبعض الخامات والانتاج التام او المنتج نص نهائي متكود جي بي سي. عندنا خدمتين بنديهم، خدمه بيع المخلفات وخدمات الصيانه بتاع المنتج التام اللي هي صيانه العدادات البريبيد والسمارت. طلبنا المصلحة تساعدنا في تكويدها، ما جالناش أي فيدباك لحد دلوقتي بأن الأكواد اللي بعتناها جي اس 1 أو جي بي سي صحيحة، ولا جالنا كود بيع المخلفات. وعندي مشكلة تانية مع في عقد احنا شغالين فيه دلوقتي، عقد توريد وتركيب عداد العدادات سمارت اللي هي النواة بتاع الشبكة الذكية اللي بتتنفس في مصر دلوقتي. العقد ده احنا مختلفين مع المقاول العشي اللي هو بيشرف على العمليه اللي هي شركه وادي النيل في تحديد طبيعه العقد ده اذا كان هو عقد مقاوله ولا عقد توريد بيخضع بفئه 5 او يخضع بفئه 14. فلجأنا للبحوث، الكلام ده من 2018، البحوث قالت ان العقد الغالب عليه هو التصنيع لان انا مصنع للعدادات وبركبها، التركيب ده شيء عرضي فبيخضع بفئه 14. واحنا بنطلع فواتيرنا السعر ما بنحطش عليها ضريبه، لكن بنحمل في معالجتنا الضريبيه بنورد ل 14% ونخصم ضريبه المدخلات، لكن العميل اللي هو شركه وادي النيل مصر على ان العمليه مقاوله وبيبوبها عنده على انه 5%. ففي حاله لما احنا هنبتدي ننفذ الفاتوره الالكترونيه دلوقتي لا هو مش هيوافق على فاتورتي لانه ما بيقبلهاش عليها اي نوع من الضرائب، وهو كجهه سياديه تتبع هذه المخابرات انا مش عارف يعني هنوصل لايه في العقد. الموضوع فيه جزئين، انا لما اجي اعمل له فاتوره انا مجبر غصب عني انا بطلع الفاتوره بدون ضريبه، وانا في قيدي بفصل الضريبه 14%، بفصل الضريبه 14% واقر عنها وهذا المطلع. هو مقر على ان العمليه الاولى هو اعتقد الاستفسار يعتبر يعني بيزنس اكتر منه كودينج، بس يعني طيب. انا حضرتك انا 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 عمليه بيع العداد وتركيبه او انتاج العداد وبيعه وتركيبه، هو المصلحه البحوث قالت ان ده بيخضع بفئه 14، وبالتالي اما اجي ببوبه على انه منتج مش خدمه، هو مصر على انها خدمه ومقاوله وتخضع بفئه 5، وبالتالي اما حضرتك لما اجي اعمل الفاتوره الالكترونيه هو مش هيوافق عليها. هو يا فندم معلش انا اسف، هو حته اللي يوافق عليها ده يا فندم هو مش مع حضرتك جواب من البحوث؟ بصوا بعد اذنك يا ريس اتفضل. بص راس دي مشكله حضرتك مع العميل، يعني هو حضرتك يعني انت مش عارف كده تحدد كودك لان العميل طالب منك توظيف. حضرتك سامعني ولا هتتكلم؟ تمام. طيب حضرتك انت دي مشكله مع العميل، انت مش عارف تحدد كودك لان العميل عايز توصيف معين لطبيعه التعامل، هو عايز يقول لك دي توريد وتركيب اعتبرها فئه مقاوله، وبالتالي احنا عايزين نصنفها انها خدمه مقاوله حسب التصنيف بقى المناسب ليك في الجي بي سي، وحضرتك بتقول لا ده توريد عادي وتركيب عادي وانا واخد 14% وهكتبه في الفاتوره كده. حضرتك لازم انت تحدد انت شايف يعني دي لو مشكله مع عميل واحد طب بقيه العملاء بتعمل معاهم ايه؟ لا يعني عميل واحد طيب. العميل ده الوحيد اللي انا بركبه. لا ما اقصدش يعني انت حضرتك كل تعاملاتك مع عميل واحد بس؟ لا كل تعاملاتي مع شركات توريد كهرباء هو انا بوابه بس، لكن ده عشان هو سابق خبره، ما عندوش سابق خبره في مساله تركيب العدادات، والوزاره الكهرباء جابته مشرف على المشروع وعملته مقاول عام، فهو اللي بي ايه اللي معتبر واخد العمليه على انها مقاوله لانه شغله هو كشركه وادي النيل مقاولات، فبيعتبر العمليه بالنسبه له مقاوله. احنا لاختلاف التوصيف ما بيننا وما بينه لجأنا للبحوث، انا لجأت للبحوث، البحوث قالت لي لا الغالب هو التصنيع
الغالب هو التصنيع، فتبقى العمليه دي توريد. خلاص يا فندم خلاص، ما هو ده قرار زي ما استاذ محمد كشك قال لحضرتك، ده قرار القرار ده حضرتك. مفيش جهه يعني احنا كشركه مش قادرين نلزمه بيه. لا بص يا فندم، الزام حضرتك دي او عدم الزامك انت ممكن لو في مشكله زي كده بتتابعها تاني مع البحوث، لو في حاجه زي كده جالك مستند منه بتبعت للبحوث تاني وتشوف ردها ايه وفقا للي هو قاله، يعني تحصل منه على مستند او تحصل منه على رفض بحاجه زي كده وترجع للبحوث فيها بحيث تحكم ما بين حضراتكم، دي حاجه تانية. احنا بنتكلم طيب دلوقتي على التعامل مع منظومه الفاتوره. يا استاذنا قدام امر واقع دلوقتي نزلوا فواتير الوقت هو مش هيقبلها. ما هو بص حضرتك، ده هيبقى ديبيت بينك وبينه. يعني احنا كمنظومه احنا في ظل قانون ولائحه وتعليمات، القانون واللائحه والتعليمات بتوصف شغل حضرتك ده ان الصفه الغالبه فيه تصنيع 10%، فحضرتك هتكود على هذا الاساس وتصدر فواتيرك على هذا الاساس. العميل وافق او اعترض ده ديبيت بينك وبينه، والله العميل بعت للبحوث والبحوث قالت له حضرتك العميل هيبقى موجود على المنظومه، مش في ثلاث اطراف للفاتوره انا والعميل بتاعي. ايه المشكله؟ بص يا فندم بقول لحضرتك على حاجه، ثانيه واحده يا كشك. هنفترض يا فندم مع حضرتك ان انت كشركه الف انت مسجل على المنظومه، شركه ب اللي معترض ده عنده حاله من الاثنين، يا اما هو مسجل على المنظومه هو كمان من ضمن الشركات الاولانيه او المرحله الثانيه او ايا كان، يا اما غير مسجل لسه على المنظومه. تمام، لو هو مش مسجل على المنظومه لسه حضرتك هتصدر الفاتوره وفيها بيانات المشتري دوت، وهتصدر فاتورتك وفقا للبحوث قالته لك، وبالتالي انت بتصدر فاتوره ضريبيه صحيحه او الكترونيه صحيحه وفقا للقانون واللائحه. لو الشركه دي مسجله على المنظومه هيبقى ساعتها من حقها انها تخش ترفض الفاتوره، فلو رفضت الفاتوره ده ما بيلغيش الفاتوره عند حضرتك، والا وانما بيثبت هذا الرفض وبيرجع لحضرتك نوتيفيكيشن بيه. فرفض الفاتوره في هذه الحاله بيبقى من حق البايع، خليك معايا بس، بيبقى من حق البايع ساعتها انه يتخذ الاجراء المناسب، اما بالغاء الفاتوره او باصدار اشعار خصم او اضافه او ايا كان ايه اللي بيتم كاجراء، او ان هو ما بيقبلش هذا الرفض من المشتري، وبالتالي بتفضل الفاتوره مصدره صحيحه وبيرجع كل الامر كله بعد كده الى الفحص. تمام، يعني فرفض رفض المشتري للفاتورة لا يلغي الفاتورة، بيفضل موجودة، لكن الفحص بعد كده هو اللي بيثبت، هو اللي بيرجع لحضرتك بقى وبيثبت فيه أيا كان. تمام فإذا السايكل بالنسبة لفاتورة الفاتورة الإلكترونية هو السايكل مش متعطل خالص، هو شغال، حضرتك تقدر تصدر فاتورتك عادي. معاك حضرتك معايا يا فندم؟ لا 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 مش اخر السنه 21 12. رد حضرتك على الاكواد اللي بعتناها للمصلحه، الاكواد دي سليمه ولا اللي هي جي بي سي؟ طيب شركه جلوبال ترونكس يا فندم، استاذ خالد السيد باشمهندس خالد، جلوبال ترونكس جت لحضرتك جاهزه يا فندم، يبعت لي بس ايميل على الانفويس وانا هرد عليه بالشيت جاهز. طيب حاتم بيه تقدر بعد اذنك بس الايميل على الشات، تقدر تبعت من ايميل حضرتك من ايميل الشركه يعني على الاستاذ خالد السيد وهيترد على حضرتك بالشيب بتاع حضرتك جاهز. تمام تمام شكرا لحضرتك. اي اس ام استاذ مصطفى، اي سي ام شركه اي سي ام. السلام عليكم. وعليكم السلام، اسم الشركه ايه يا فندم؟ كابلات مصر. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. حضرتك عندنا شيتين اكسل بتكويد بشجره الاصناف بكود الشركه وكود الجي اس 1. تمام، كلناش اي رد سواء التكويد مظبوط او مش مظبوط او في مشكله او لا، ما حدش رد علينا. تمام طيب يا فندم. استاذ خالد السيد كابلات مصر اندري، ثواني يا فندم ثواني، انا بس في حاجه معلش يا استاذ اندري، انا اسف معلش يا جماعه، بس كده الايميلات كترت على الشات فهيحصل ميسنج للميلز، فانا هستاذنكم زي ما قال الاستاذ ايمن، اي حد الشيت بتاعه اتقال له ان هو جاهز يبعت لنا على اي انفويس ويقول لنا الشيت جاهز. طيب. بناء على المكالمه ممكن تبعته لنا، عشان بس كده الايميلات كترت كتير على الشات. اتاكد طيب خالد بيه، باكد على حضراتكم يا جماعه لو سمحتوا اللي بعد دلوقتي على الشات بيقول برجاء ارسال الشات الشيت بتاعي
مش هيوصل اللي هيوصل في حاله واحده بس، ان حضراتكم من جانبكم تاخدوا الشات الايميل الخاص بي انفويس @js1eg.org وحضراتكم أيمن أنت معانا ولا؟ سوري معلش صوتي قطع بس لو سمحتوا يا جماعة ما حدش يبعت تاني يقول برجاء إرسال، حضراتكم اللي تبعتوا على إيميل جي إس ون وهيترد عليكم فورا النهاردة بإذن الله. اللي بعت دلوقتي على الشيء على الشات بيقول برجاء إرسال مش هينفع نرسل، تمام؟ فلو سمحتوا يا جماعه حضراتكم اللي بعتوا يعني حضرتك مثلا شركه ايميل شركه اكسا ايجيبت استاذ عصام فهمي @axaegypt.com حضرتك بعت أيوة. ايميلك مشكورا، ارجو ان حضرتك صح. بس ما تكتفيش بهذه الخطوه، حضرتك اللي تبعت من هذا الايميل الى ايميل جي اس 1 واطلب منهم الشيت بتاع حضرتك يا فندم. بعت والله وسيدي ايوه ايوه لا انا بدي كمثال والله مش قصدي انا ما اعرفش ايه تم. انا ميل مجموعه زهران نفس الموضوع، ميل مجموعه زهران لو سمحتوا حضراتكم استاذ احمد السيد حضرتك لو سمحت ابعت لايميل جي اس 1 اللي فوقيه على طول واطلب الشيت يا فندم وفقا للمكالمه التليفونيه او وفقا للورشه وهيترد على حضرتك. تمام يا جماعه شكرين جدا. تمام يا فندم. شركه الصفا بريس دوت كوم لو سمحتوا برضو حضراتكم ابعتوا على ايميل جي اس 1 ويترد على حضراتكم. تمام كده الامر واضح يا جماعه. الاستاذ احمد خيري استاذنك استاذ احمد خيري ده ايميل شخصي ارجو الارسال من خلال ايميل الشركه. تمام. العالمين فليكس شيماء من العالمين فليكس لو سمحتي حضرتك ابعتي برضو نفس الموضوع ابعتي على جي اس 1 وهيترد على حضرتك. فندم في تليفون ممكن اتواصل معاهم برضو ولا بلاش كفايه الايميل؟ ابعت يا فندم الايميل ابعت الايميل بتاع حضرتك بس واطلب وحدد كونتاكت سنتر من عند كونتاكت بيرسون من عند حضرتك، رقم تليفون حد من عند حضرتك في الشات وهيتواصل مع حضرتك. شكرا. هيتم التواصل. شكرا يا فندم. وبرضه يا فندم لسهوله للتواصل لو حد محتاج يكلمنا على التليفون 16841 ده رقم الكول سنتر بتاعنا، فحضرتك ممكن تتصل تقول انا بسال على مشروع الفاتوره الالكترونيه هيحوله حضرتك للشخص المختص. ممكن تضيفه خالد بيه في الشات؟ عينينا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. طيب اي سي ام كده خلاص اترد علينا ان شاء الله كابلات مصر هيترد على حضرتك بمجرد ما تبعت ايميلك على على اي انفويس. طب تمام بعدين حضرتك اتفضل يا فندم. حضرتك يا فندم احنا كنا برضو طالبين كود للخردة، احنا دلوقتي عندنا سكراب كتير وانا بعد بيهم بشجره الاصناف برضو. من ضمن الحاجات اللي حضرتك بعتها في الشيت الاولاني؟ لا لا شيت لوحده. اتبعت من حضرتك امتى؟ بعد الشيت بتاع شجرة الأصناف. طب ممكن تبعت يا فندم الشيتين على إيميل جي إس وان وحيترد على حضرتك فورا؟ خلاص ماشي يا فندم اللي هو إي إنفويس جي إس وان آت جي إس وان إي جي دوت أورج. تمام يا فندم. مكتوب في الشات لو مش واضح قولولنا مش واضح، أي حد مش قادر يوصل للميل يا جماعة قولولنا مش قادر أجيب الميل من على الشات وإحنا هنبعته تاني. e-invoice الـ e الأولانية capital at gs1eg.org. تمام شكرا لحضرتك. طيب أستاذ مصطفى كامل، أستاذ مصطفى كامل تاني حضرتك معانا؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير مصطفى كامل معاك. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك بتتكلم من عند الاستاذ عبد المنعم الجبالي. ماشي سوري انا اسف بس لان الاكونت انت داخل بتو اكونتس مفيش مشكله. شركه ايه يا فندم؟ شركه سكيب للدهانات، سكيب كيميكالز. سكيب للدهانات ايوه. اتفضل يا فندم استفسار حضرتك ايه؟ الاستفسار الاولاني بخصوص الشيب بتاعنا اللي بعتناه في الاول بتاع الفينش دي جودز بتاعتنا. احنا كنا بعتنا شيت في الانترنال كود والبريك كود، يعني المفروض يجي لنا كونفيرميشن مثلا على ان الشيت ده مظبوط او ان هو ريسيف من ال اندري او الاستاذ خالد. يا جماعه كل الايميلات كل الشيتس اللي بتيجي واخده جي بي سي دي احنا بنكسبتها عندنا وهي دي اللي احنا بنعتمد على ان انتوا هتتعاملوا بيها على طول.
بالظبط احنا عملنا الكودنج بتاعنا للسي سي. استاذن حضرتك، الحاله الوحيده اللي بيبقى بنخاطب فيها شركه تاني ان الكود ده بنلاقيه ان هو مش هو الكود اللي احنا طالبينه، في اكواد مش مظبوطه مكتوبه غلط بعد طبعا ما بنراجعها يعني. فدي الحالات اللي بيبقى بنخاطب فيها بنرجع فيها للشركات تاني، او الفورم بتاع الداتا اللي جايه مش مظبوط. فدي بس، لكن طالما ان احنا ما فيش رد حصل فده معناه ان الاكواد دي اكسبتد يعني. بالنسبه للحاجات المخلفات دي بنبعتها لشركه جي اس 1 عشان هي اللي ترد على طول مع على حضراتكم بالكود المناسب او الحال الكود اللي المفروض تتعاملوا بيه. اتفضل حضرتك. تمام، يعني المفروض احنا نتواصل مع جي اس 1 نبعت لهم البنود بتاعه المخلفات او فيكسد اسيت اي حاجه احنا عايزين نكودها وما لناش كود. تمام يا فندم. تمام. طيب في حاله ان انا مثلا هبيع مثلا رو ماتيريال او باكنج ماتيريال في وقت من الاوقات وانا ما كنتش حاطط لها كود، يعني المفروض في الحاله دي اعمل ايه؟ هو ده اللي احنا بنقوله سيادتك، لازم حضرتك تحصر كل الخامات او كل الماتيريال المعرضه انها تتباع، والمفروض انها تطلع بها فواتير. اي حاجه هتطلع بها فواتير خلاص ما بقاش في حاجه اسمها فواتير ورقيه، كله لازم يطلع عن طريق الفاتوره الالكترونيه. تمام. بس انا عندي الماتيريال بتاعتي معلش ناس ممكن تعدي مثلا حوالي 10000 كيلو، وانا ممكن ابيع منها ماده او اتنين ونادرا جدا يعني. ماشي، هي هتلاقي حضرتك برضو هتتصنف كلها تحت اتنين تلاتة من تصنيفات الجي بي سي، هتلاقي في الاخر كلها متجمعه، كل حجم من الاكواد دي متصنف تحت اكواد جي بي سي معينه. فهتلاقي حضرتك الاكواد الجي بي سي كلها مثلا في ال 10000 كلهم ممكن يبقوا 4 5 10 ارقام جي بي سي، هو ده اللي حضرتك بتصنف بيه الايتيمز كلها. بالظبط بالظبط. تمام، مش متشكر جدا. تحت امرك. طيب يا فندم، يعني كده بالنسبه لشركه سكيب للدهانات، هل في اي استفسار كده؟ شكرا. لا تمام، شكرا. تمام يا فندم. طيب استاذ محمد محمدي. استاذ محمد محمدي. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا فندم، الشركه الوطنيه للمواسير. تمام يا فندم، اتفضل. انا عندي مشكله، انا عندي التوريد 24 ساعه. انا عندي الاقفال بيتم، الفاتوره بتتم بعد نهايه الشهر مجمعه. معايا الو؟ يبقى نعرف قبلها بشهرين علشان حضرتك يا فندم اتفضل. فالمشكله عندي ان انا النهارده ما بقدرش، يعني انا بخلص توريدات حوالي الساعه 11 ل 12 بالليل، الفواتير بتتم تاني يوم ما بتتمش في نفس اليوم. ممكن تاني يوم ده يبقى يوم جمعه، يوم سبت. انا ما عنديش اونلاين، يعني انا ما عنديش البيع غير بعد التوريد. وبتحاسب ضريبيا وفحصت ضريبيا بناء اللي طالع عندي من المصنع للعميل. انا عندي مشكله دلوقتي ان انا حسب البرزنتيشن اللي تم ليا ان انا اخري 31 او 30 في الشهر. بعد كده ما اقدرش اعدل، يعني ما عنديش اوبشن ان انا اطلع الفاتوره يوم واحد بتاريخ 31 او تاريخ 30 نتيجه ان انا بورد 24 ساعه وتاني يوم بطلع الفاتوره. وممكن تاني يوم ده يبقى جمعه سبت اللي هم اجازه، وقد ياتي بعديهم، ودي حالات بتحصل، ان يجي بعدها العيد. معالي الباشا مسؤول شركه الوطن المواسير، مع حضرتك سامر العمري من اي فاينانس من تيم السبورت. اهلا بيك. التعليمات اللي حضرتك بتقولها دي هي فعلا كانت موجوده، لكن التعليمات ديت زي ما بلغنا حضراتكم ان هي هيتم تعديلها في البرودكشن، ان هيكون 3 ايام فقط يمكنك ارسال الفاتوره خلال 3 ايام فقط من تاريخ الاصدار، تمام، وغير مرتبطه بالفتره الضريبيه. حاليا دي اخر تعليمات موجوده. طب دي حضرتك انا لسه مش عارفها، دي لسه سامعها من حضرتك. ما هي دي يا فندم، دي موجوده، تمام، وموجوده على اليو اي تي تستاهل دلوقتي، وهتبقى موجوده في البرودكشن، ان هو 3 ايام عمل
من 3 ايام اسف مش عمل 3 ايام من تاريخ اصدار الفاتوره تقدر تعمل لها سبميت على ال... ايا كان تاريخ الفاتوره ايا كان يعني لو تاريخ الفاتوره 29 ممكن ترفعها يوم 1 في الشهر الجديد مفيش مشكله مش مرتبط بالفتره الضريبيه وهتاخد تاريخ 31 او 30 في الشهر السابق بالظبط كده حقك انك تاريخ الاصدار تمام قبل تاريخ السبميت يعني احنا النهارده 8/11 بنرفع فاتوره على سيستم الانفويس تمام تمام حضرتك ترفع فاتوره تكتب تاريخها كده كاصدار يوم 7/11 او 6/11 او 5/11 تمام وصلت كده لسيادتك انا واصله طب لو كان حضرتك ده جه بعديها عيد لا ما يعني انت عارف حضرتك انا هقول لحضرتك على حاجه لا انا هقول لحضرتك على حاجه احنا عندنا معلش استحملني شويه انت عارف حضرتك احنا مثلا عندنا في الضرائب مثلا كسب العمل بيدونا 10 ايام في المبيعات بيدونا شهر الى اخره الكيس هنا ان انا الان ان انا يقابلني جمعه سبت واحيانا بيجي بعدها العيد سواء العيد الكبير او العيد الصغير فالمشكله ما زالت هتفضل قائمه ومش هعرف احلها دلوقتي امام سؤال خاص بالبزنس مش خاص بالاكواد لكن احنا ما تجاهلناهوش احنا ردنا على حضرتك بان ده التعليمات المتاحه دلوقتي من لجنه البزنس تمام سؤال تاني اي كونسيرن ليه علاقه بالحته ديت هم على علم بيه جيد جدا وبيدرسوه بدليل ان هم كانوا مطلعين تعليمات في الاول ان الفاتوره تكون داخل نفس الفتره الضريبيه وبعدين تم تعديل المعلومه ديت فوارد يكون في تعديل تاني لو حسوا ان البيزنس حصل حتة إعاقة للممول إن هو ما يقدرش يرفع الفاتورة بتاعته بشكل سليم تمام؟ طيب سؤال أخير أنا دلوقتي بعت أنواع الأصول الثابتة اللي ممكن تتباع عبارة عن 4 كاتيجري أو 5 كاتيجري والمخلفات 3 كاتيجري هل دي التكويدها هيكون كافي من ناحية إن أنا لأن أنا ببيع أنت عارف حضرتك المخلفات باللوت يعني مثلا عندي مخلفات بلاستيك الاجتماع بتاعنا دلوقتي واكيد حد من الساده في جي اس 1 هيرد على حضرتك فيه يعني طيب انا اوريدي بعته النهارده الصبح على اي انفويس حسب الميل اللي جالي وهبقى منتظر الرد على الاكواد الجديده ولا اتواصل معاهم تاني ازاي والله يعني سؤال بس خليني اسال حضرتك بس هو حضرتك يا فندم بعت قبل كده يعني من اول ما احنا طلع قرار الالزام بعت اكوادك اه يا فندم ولا كده ولا طيب يعني امال الاستفسار اللي احنا حضرتك بعته الصبح ده اللي هو ايه ده خاص حد كلمني يوم الخميس وقال لي الاصول الثابته لازم تحددها لي والمخلفات لازم تحددني انواعها وبالتالي النهارده الصبح بعت له التايبس بتاعه الاصل اللي انا ممكن ابيعه وكذلك انواع المخلفات اللي انا ببيعها كانواع بعت على فين يا فندم طيب بغض النظر بقى سيخ صاج يعني كله حديد مش بعت على فين على e-invoice@gs1eg.org يعني بعت على ايميل جي اس 1 تمام كده مظبوط يا فندم طيب استاذ خالد السيد وصل لحضرتك حاجه من الوطنيه للمواسير انا بتابع دلوقتي يا فندم هو ان شاء الله يعني هو كان فعلا كان استاذ محمد بعت لنا محمدي بعت لنا كان ايميل وما كانش واضح فتواصلنا معاه يوم الخميس كنا نامل طبعا ارسال الحاجه الخميس بس عارفين طبعا لضيق الوقت هو ما قدرش ان هو يرسلها لنا الخميس فعشان كنا نامل ان احنا نرد عليها يعني خلال الجمعة والسبت زي ما تم الرد على باقي الزملاء فان شاء الله احنا جالنا الميل النهاردة وهيتم الرد عليه بإذن الله في أقرب وقت ان شاء الله شاكر أفضل ساعتين شاكر أفضلكم شكرا محمد بيه أستاذ محمد عبد العال حضرتك محمد عبد العال شركة ميراكل التنمية والخدمات التجارة للتنمية وخدمات التجارة ميراكل الخدمات والتجارة لا احنا يعني يمكن السؤال ده حضرتك رديته عليه بس هنأكده تاني احنا بعتنا الاكواد بتاعتنا من يوم 18/10 ولسه ما جالناش رد على اذا كانت مقبوله ولا لا دي حاجه الحاجه الثانيه بالنسبه للمبيعات المخلفات والاصول الثابته احنا بنطلع فواتير وفواتير ضريبيه هي ليها مديول ثاني بره السيستم بتاع السيلز لكن بيطلع فواتير ضريبيه فالسؤال هل احنا هنعمل اكواد مجمعه للمبيعات الاصول الثابته وكذلك المخلفات انا عندي المخلفات برضو تنقسم لجزئين في عندي جزء سكراب وفي عندي جزء رواكب او موديلات انتهى الغرض منها
ده السؤال بتاعي. الحاجه الثانيه كان برضو زمايلنا في التكويد كانوا بيسالوا فيها، النهارده ممكن كل يوم يبقى عندي صنف جديد، ايه المشكله ان انا اوتوماتيك زي ما الفاتوره بتسمع اوتوماتيك، التكويد الجديد يسمع اوتوماتيك برضو عند مصلحه الضرائب؟ شكرا. خالد في كل حاجه بقى عشان ممكن طيب خالد بالنسبه لموقف شركه ميراكل للخدمات والتجاره الاسباب بتاعتها معلش فندم هو بعتها على ايه؟ انا ما عنديش على ايه انفويس، فممكن بس يقول لي بعتها على ايه؟ احنا بعتناها على ايه انفويس اي تي اي جوفرمنت اي جي. طيب طيب هو انا اي انفويس @gs1eg.org، فحضرتك كنت بعت للمصلحه، فلو حضرتك يعني اندريا عندك موقفها، اندريا وسامر عندكم موقف الاكواد بتاعت شركه ميراكل للخدمات والتجاره؟ المساله راحت مع الاستاذ خالد برضو في المجموعه اللي بعتت من عندي، اللي بعتت من المصلحه، هتلاقيها جايه لك من المصلحه يا استاذ خالد. طب نستاذن حضرتك يا استاذ محمد عبد العال، ممكن حضرتك تبعتها لنا تاني معلش؟ حاضر حاضر. الميل ايه؟ نبعتها على الميل بتاع حضرتك على invoice@gs1eg.org، الميل اللي محطوط على الشات يا فندم. حاضر حاضر حاضر. بس على فكره الميلات دي اللي احنا بعتنا عليها هي اللي اتطلب مننا ان نبعت عليها. صح يا فندم، عند حضرتك حق تماما، عند حضرتك حق تماما، وهو هو برضه هي نفس الاجراء الصحيح، بس انا بتكلم دلوقتي علشان الوقت، ان احنا اتزنقنا شويه في الوقت، فمحتاجين ناخد اجراء اقصر شويه عشان نسيف التايم. طيب دقيقة واحدة وهتبعته لحضرتك ميراكو ميراكو للتأمين، لأن إحنا مجموعة شركات، مجموعة ميراكو ميراكو للتأمين. وضح يا فندم اسم الشركة أرجوك، وابعت من الإيميل الخاص بالشركة اللي كنا تواصلنا فيه مع حضرتك، وابعت وأطلب الشيك بتاع حضرتك. دقيقتين وهيبقى إن شاء الله. تمام يا فندم. اتفضل. بالنسبة بقى الأسئلة بتاعتنا. فكرني كده تاني يا فندم السؤال. عندنا كنا احنا الحاجات اللي بعتناها بيقول ان انا عندي مبيعات سكراب، مبيعات اصول ثابته دي بطلعها على اكواد مجمعه، فاحنا ما بعتنالهاش ديتيلز، هل نبعت لحضرتك كاتيجوري؟ يعني مثلا الصاج، انا عندي كذا نوع من الصاج اللي هو السكراب، بس ابيعه كله في لوت واحد، عندي مثلا اصول ثابته، ممكن ابيع برنتر، ممكن ابيع كمبيوتر، ممكن ابيع اله حاسبه، ده كله بسميه لوت واحد. العربيه دي طبعا بتبقى لوت لوحديها منفصله عشان بيطلع بيها عقد عشان اقدر الملكيه. فالحاجات دي كلها هل حضرتك هنعملها حسب طبيعتها نصنفها ولا لوت واحد؟ حضراتكم شايفين ايه؟ هو اللي يقدر يوضح حضرتك في الجزئيه دي استاذ خالد، بس هو لان هو اللي هيستلم من حضرتك التصنيف عشان يدي حضرتك الكود الجي بي سي المناسب، فلو استاذ خالد يقدر يرد علينا في الجزئيه دي بقى. شكرا استاذ اندري. لا للاسف انا محتاج تصنيف كل حاجه لوحدها، ما ينفعش حتى لو برينتر لو اله حاسبه، يعني زي ما كان الاستاذ مصطفى عبد المحسن وضح زميلي، هو لازم كل حاجه، ان كل حاجه اللي هي بريك كود او التصنيف كود التصنيف الخاص بيها، فلو حضرتك تبعت لنا كل حاجه، ما يعني ما ينفعش مثلا لوت مثلا كذا زي ما حضرتك ما بتقول، لو حضرتك تبيع اله حاسبه في التصنيف غير لما هتبيع برينتر، غير لما هتبيع يعني ثلاجه، كل واحده ليها حاجه. دي صعبه جدا. انا السلام عليكم. السلام عليكم. انا مش مبيعها، بس انا في الاخر انا بقول ان انا بجمع كل الحاجات دي وابيعها في لوت واحد. استاذ محمد هديك ان احنا نعمله. استاذ محمد ممكن بس اوضح لهم حاجه ثواني، لان في الاخر حضرتك هتقول لي البند بتاع الاله الحاسبه بيعته بكام، البند بتاع البرينتر بعته بكام، البند بتاع الكمبيوتر بعته بكام، وده مش هيبقى واضح في الفاتوره اللي انا هعملها، لان في الاخر الراجل بيجي سي مثلا يديني 10000 جنيه في اللوت ده، طب انا هقسمه ازاي على الحاجات دي؟ معايا حضرتك؟ هو بس انا ما ساعدتك يا فندم، بس أنا, انا 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 للاسف ردي مقتصر على جزء الخاص بتصنيف الكود، يعني ما اقدرش ان انا ارد على حضرتك في جزء المحاسبه. استاذ خالد ممكن انا المهندس حمد من مراكو برضو، انا ممكن بس اقول لحضرتك، هو بالنسبه للفيكسد اسيتس
بالنسبه للفيكسد اسيت احنا اوريدي اصلا في الاسيتس مانجمنت اوريدي مقسمين الحاجات دي طبعا، هل هي كمبيوترز تولز مش عارف ايه. فهل حضرتك احنا عاملين كود مجمع زي ما قال الاستاذ محمد بيلم كل دول على اساس ان هو بيبيعهم في لطات، فهل حضرتك عاوز يبقى لو عندنا مثلا في الفيكسد اسيت تايبس اللي احنا معرفينها 10 10، يبقى نعرف 10 ايتم تبقى 1 تو 1 من الماتيري من البروز من الكود اللي احنا نعرفه في السيستم اللي هو بنبيع منه اللي هو نون تريد سيلز هنعرفه، يبقى عندنا كود للكمبيوترز، كود للتولز، كود للماشينز، كود للبيلدينج. فده هل هيبقى مناسب لحضرتك بدل ما اقعد افك دول كلهم؟ يعني هيبقى مثلا ليميتد في حوالي 10 كود. ده بالنسبه للفيكسد اسيد. بالنسبه للسكراب اوريدي احنا عاملين كود للكوبرز للنحاس. طب انا اسف والله بس عشان انا بنسى. ممكن ناخد نقطه نقطه، يعني ممكن ارد على حضرتك الفيكسد اسيد وبعد كده ننتقل لنقطه النقطه الثانيه. اتفضل. بص حضرتك بالنسبه للفيكسد اسيدز برضو مش هينفع، ما ينفعش نجمع كذا حاجه ونحطها تحت كود. انا لازم حضرتك لو محتاج الجي بي سي كود الصحيح زي ما بقول لسعادتك لازم التوصيف التفصيلي للمنتج. انا بدي لحضرتك ده الصح لو حضرتك محتاج كده، يعني لو حضرتك عايز جي بي سي كود صحيح وانا مش هقدر ان انا اساعد سعادتك بالجي بي سي كود الا لما حضرتك تديني توصيف، يعني تقول لي ده كمبيوتر، ده برينتر، ده ماوس. أوكي. يعني لازم كده للاسف، يعني عشان طب بالنسبه طب اوكي يعني احتمال دول يبقوا ليميتد شويه، لكن احنا لو اتكلمنا على الجزء بتاع السكراب انا زي السكراب طبعا اللي هو بيطلع من عندنا من المصنع لكذا رو ماتيريال، فاحنا برضو معرفين كود السكراب اسمه كوبر نحاس، كود سكراب ألمونيا. هل انا برضو جوه النحاس ده عاوز انا اقول نحاس مثلا افصص النحاس ده برضو ولا اكسبتد ان انا يبقى عندي كود سكراب لنحاس ده برضو على اساس ان احنا برضو لان دي هتبقى هيوج قوي، لان انا عندي الرواكد اللي بتطلع من المصنع ممكن النحاس ده يطلع من كذا حاجه، والالومنيا تطلع من كذا حاجه من كذا رو ماتيريال، لان انا عندي نوع الطبيعه بتاع الرو ماتيريال دي ممكن تكون نحاس بس دي مثلا حاجه جزء بارت في المكنه، او ممكن تكون نحاس تاني بس بارت تاني، فهل اقسمها يبقى انا عندي خلاص كود سكراب اسمه نحاس المجموعه دي كلها ولا صعبه ولا برضو نفس الكلام؟ والله يا فندم يعني احنا بنتكلم على النحاس ولا بنتكلم على ايه؟ ولا انا بتكلم على السكراب يعني دلوقتي خلاص احنا السكراب برضو يا فندم برضو السكراب لازم تفصيل برضو. حضرتك تقولي ايه السكراب بتاعه؟ لازم بص حضرتك التصنيف بيجي تمام من التصنيف، يعني من التفصيل تمام اللي هو المنتج النهائي في الاخر بتاعه بيبقى ايه، عشان انا اقدر ادي لحضرتك التصنيف السليم للحاجه. فلازم حضرتك تقولي الرو ماتيريال ده تفصيله ايه بالظبط، يعني وايه المنتج النهائي بتاعه. يعني بص يا هندسه، يعني انا دلوقتي لو انا عندي نحاس جايلي من الرو ماتيريال رقم اكس وعندي نحاس جايلي من الرو ماتيريال 2 واي وزد، يبقى حضرتك عاوز سكراب كودز باكس ماتش مابينج مع اكس واي وزد بالظبط كده يا فندم. عشان على فكره حضرتك بس خلينا نكون يعني واضحين تماما، هم ممكن في الاخر يكونوا نفس الكود بس انا ما اقدرش ارد على حضرتك اقول لك ان هم هيبقوا نفس الكود الا لما اشوف، يعني عارف حضرتك ممكن في الاخر تلاقيهم كلهم في الاخر نفس الكود، عشان حضرتك ما تفاجئش انك بعد ما تبعت ليا شيت ابعت لك كود واحد فتقول لي طب ما كمل الاول. يا هندسه ما انا بقول لحضرتك السكراب بتاعي هو الطبيعه بتاعته نحاس مثلا او ألمونيا. طب تيجي للنحاس، طب انا عندي انا سهل لحضرتك اكمل لحضرتك بس دي. فانا دلوقتي الطبيعه بتاعته نحاس، انا عندي ده خلاص اللي انا اللوت اللي هبيعه ده نحاس. طيب لو مسكت النحاس ده ال10 كيلو دول جايين من الرو ماتيريال ال5 كيلو دول جايين من الرو ماتيريال بي، ال6 كيلو دول جايين من الرو ماتيريال سي، فهل ده معنى حضرتك ان انا همسك النحاس ده واقعد اوزعه
نحاس A نحاس B نحاس C، ولا هو خلاص هو كله نحاس قدامي لان انا هو طبيعته دلوقتي قدامي نحاس، ولا ايه رايك؟ يعني انا اديتك المثل اللي بيحصل عندنا بالظبط. طيب انا ادي انا سهل على حضرتك الحاجه، ايه راي حضرتك حالا ابعت لي تصنيف 10 اصناف بس، تفصيل 10 اصناف بس واقول لحضرتك، بس انا باكد لحضرتك بص حضرتك اصل انا بتكلم طبقا للمعايير العالميه، يعني حضرتك جي اس 1 دي منظمه عالميه فانا بتكلم طبقا للمعايير العالميه. اول حاجه حضرتك محطوطه في الجي بي سي بتقول لك ان انا ما اقدرش ان انا ادي جي بي سي كود من غير ما يكون عندي تفصيل المنتج، فانا لازم اتبع المعايير العالميه. فعشان كده بقول لحضرتك طب ابعت لي دلوقتي مثلا 10 اصناف حالا وانا هرد على حضرتك لو هو يعني، بس انا متاكد ان انا هحتاج تفصيلتهم بس انا هريح ساعتك والله عشان هل 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 الجزئيه دي بالنسبه للمنظومه العالميه هل مش حاطه الجزئيه بتاع السكراب؟ اصل انت السكراب يعني مش حاطه دي، هل السكراب بتتوصف ازاي؟ لان انا زي ما قلت لحضرتك انا عندي يعني حاجه لوت نحاس، لكن اللوت النحاس ده جاي من 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 حوالي بتتكلم من 1000 رو ماتيريال، لان ده جاي من ده من الرو ماتيريال A وB وC ودي، فكلهم جمعتهم هم في النهايه هم نحاس. لكن انا يعني هل انا هبعت لك خلاص هبعت لك كود اسمه كوبر نحاس حضرتك هتلاقيه عندك اكيد عندك في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في التكوين بتاع سعادتك. النحاس ده بس خليني بس انا هقول لسعادتك النحاس ده يا فندم فيه كذا حاجه نحاس عندنا، زي مثلا حضرتك الحديد فيه كذا حاجه للحديد، هو مش أوكي. في الاخر حديد فانا بالنسبه لي لازم التفصيل، يعني في كذا حاجه نحاس هو مش نحاس بس. اوكي يعني حضرتك ده انا بقول لحضرتك الميه والميه فواره بيختلفوا عن بعض، فحضرتك لازم يعني لازم تبعت التفصيل بتاعه. اوكي استاذ خالد بعد اذن حضرتك، يعني محمد من شركه ميراكو للتنميه برضو مع المهندس حامد، يعني ممكن نقول التفصيل دوت لما يكون ده نشاط الرئيسي على اساس ان برضو الموضوع ده هياخد هيدك معانا، وفي الاخر يعني برضو زمايلنا في مصلحه الضرائب ممكن يكونوا سامعيننا، انا بطلع فاتوره واحده ما بطلعش فاتوره بالبند، والمشروع كله مشروع فاتوره مش مشروع تكويد. فالنهارده لما بطلع بكل المخلفات بتاعتي او السكراب بتاعي اللي هو هنقول انا ممكن اصنفه لحضرتك نحاس واصنفه ألمونيا واصنفه مثلا حديد، بس في الاخر مجموعه نحاس تحت بعضيها وفي الاخر طلعت بيها فاتوره واحده، واعتقد ده هيبقى اسهل خاصه ان حضرتك كده ان انا مش عايز اقول هعيد السيستم بتاعي من جديد والوقت مش مساعد على كده، فيا ريت حضراتكم تساعدونا فيها ديت، لان انا بقول مشروع فاتوره الكترونيه اكتر منها مشروع ان انا ببيع ايه. الحاجه الثانيه ان مش نشاط الرئيسي هو ان انا ببيع سكراب عشان انا اصنفه، ده نشاط عرضي بالنسبه لي. اتفضل يا استاذ خالد. تمام يا فندم، بس انا للاسف برضو يعني انا مش عايز ان انا يعني ارد على حضرتك رد، بس للاسف انا المعلومات اللي عندي كلها ان لازم حضرتك عشان اعرف ان انا ادي لحضرتك التفصيل الجي بي سي كود لازم اخد التفصيل الكامل. احنا مش طالبين كود، احنا طالبين يبقى فيه كود مجمع لما هو نحاس لما هو صاج طيب. هو حديد لما هو مبيعات اصول ثابته، خاصه الحاجات دي في الاخر ثمنها بيبقى تقريبا بالنسبه للنشاط بتاعي ملاليم مش رقم. طيب انا حضرتك انا يعني هقول لحضرتك ابعت لي ريكوست بتاع حضرتك على الانفويس خلاص، وانا هضطر ان انا اسال كده يعني الجلوبال اوفيس، ان انا بقول لحضرتك دي اللي هو المكتب الرئيسي بتاعنا فبس يعني انا بقول لحضرتك الرد الحالي لا ابعت لنا التصنيف التفصيل هو بس. يا استاذ خالد بعد اذن حضرتك طريقه العرض هتختلف، لما اقول ان انا عايز تكويد للحاجه دي غير لا اقول ان انا الحاجه دي ما هياش النشاط الرئيسي للمورد او العميل بتاعي، ان انا بعمل لها سورتنج برضو حسب النوع ما ببيعش كله على بعضه، طريقه العرض ممكن يبقى فيها رد ايجابي ان شاء الله، بالاضافه طبعا لراي زمايلنا في مصلحه الضرائب، يعني اعتقد ان هو هيبقى بالنسبه لي سبورت، خاصه ان بطلع فاتوره واحده لكل ما هو نحاس، زي ما قلت لحضرتك القيمه هتبقى تكاد لا تذكر بالنسبه للنشاط بتاعي، ان انا مش نشاط ان انا ابيع سكراب ولا مخلفات. برضو في سؤال تاني، انا عندي نشاط مركز خدمه،
النشاط بتاع مركز الخدمه دوت بطلع فاتوره من غير كود، فدي هيكون حلها ايه؟ فيها جزء خامات وفيها جزء مصنعيات، بس في الاخر بطلع للعميل فاتوره بقول له انا عملت لك الشغل ده بس مثلا ب 100,000 جنيه بدون اكواد. خلينا بس يا فندم متفقين مع حضرتك على خلينا متفقين مع حضرتك يا فندم ان في تغيير جوهري ناتج عن التعامل مع منظومه الفاتوره الالكترونيه. التغيير ده عباره عن قاعده عريضه ذهبيه اساسيه اجباريه ما لا غنى عنها، مفيش فاتوره هتطلع من غير كود. جميل. سلعه خدمه ايا كان، فمفيش فاتوره هتطلع من غير كود، فلازم نعمل جميعا ونتكاتف علشان نغطي هذه الموضوع هذا الموضوع ايا كان. اللي حضرتك ما كنتش عامل له كود لازم تعمل له كود، واللي كوده مش واضح ومش عارف تعمله لازم تتواصل معانا بسرعه علشان نوضح لحضرتك كيفيه عمله، وبالتالي تضيفه للداتابيز عندك، وبالتالي لما تيجي تطلع كود بيه فاتوره بيه تطلع الكود ده. فخلينا متفقين على هذه القاعده. استاذ ايمن ممكن اقول حاجه بعد اذنك؟ اتفضل استاذ صلاح اسماعيل من البيزنس عندنا في المصلحه، اتفضل. اقول حاجه بس عشان اللبس، كان الباشمهندس خالد بيتكلم عن الاكواد والتصنيف، عشان كده هو طالب تفصيل السكراب ده شكله ايه عشان يقدر يحط له كود مخصوص. هو زي ما قال الاستاذ في الشركه، ممثل الشركه بيقول السكرابز دي كلها تساوي ملاليم، لان هي هو لو عمل ديسكريبشن تفصيلي للموضوع هيبين ان كل الكبر كله زي بعضه، وسواء مش هينفع يستخدم في اي حاجه غير ان هو يحصل له ميلتنج بعد كده ويتسيح ويتعمل اي حاجه تانية. انا قصدي لو الكبر ده طالع من جسم مكنه او كبر جاي من مخلفات الانتاج، كل ده بيعتبر حاجه واحده. بس انت لو عملت له ديسكريبشن تفصيلي هو اكيد الجي بي سي اصلا او الجي اس 1 هيكوده لك كسلعه واحده. يعني حضرتك ما تقلقش وما تخافش ان هي هيبقى فيه كميه اكواد كبيره جدا، لانك لو وصفت تفصيل المنتج بتاعك او السكراب بتاعك هتلاقيه كله يعني هيدخل كله في بند واحد. يعني بس هي دقه التوصيف بس هتساعد المصلحه وهتساعد الجي اس 1 ان هم يطلعوا الكود مظبوط، يعني عشان يبقى ابليكابل على كل الشركات الثانيه. تمام، شكرا. تمام يا جماعه، فخلينا لو سمحت يا استاذ محمد حضرتك تواصل مع شركه جي اس 1 بخصوص اي حاجه حضرتك عايز تساعدك في التكويت بالتوصيف السليم عشان تدي لحضرتك التكويت عليها بسرعه. تمام. طب بالنسبه لجزئيه ان انا التكويت يبقى اوتوماتيك زي الفاتوره، مدى امكانيتها؟ اوتوماتيك بمعنى ايه؟ لو اوتوماتيك ده يا فندم احنا ما بنقدرش نكود اوتوماتيك، حضرتك اللي بتبعت الحاجه بتاعتك، يا اما بتبعت اكواد جاهزه انت اوريدي قادر انك انت تصنفها وتكودها وتبعتها للمصلحه وتقول لهم لو سمحتوا دي اكواد تم اضافتها عندنا، يا اما لو حضرتك مش عارف تزود الاكواد ديت او مش عارف تكود الحاجه دي بتبعت لنا وبنساعد حضرتك في التكويد، وبتبعت بيتبعت لحضرتك الرد بتاخده بتحطه عندك. ما فيش بروسس هيتطلع للفاتوره من غير ما الخطوتين دول يحصلوا. اتفضل اندريه. استاذنك يا استاذ ايمن، هو في يعني دراسه دلوقتي معموله بحيث ان يبقى في حاجه زي البورتال تقدر يعني ناس شركات تقدر تدخل الاكواد بتاعه الايتم بتاعتها وتقدر يعني تمانج الاكواد بتاعتها من على خلال البورتال بتاع المصلحه، فده هيبقى طبعا هيسهل. بس هي الخطوه دي بس هي مش يعني مش في الفتره دي حاليا، هي تحت يعني احنا خلي بالكم يعني زي ما اندريه قال كده يا جماعه هو في تطوير للمنظومه هيتم بشكل مستمر، لكن خلي بال حضراتكم ان التطوير ده بيبقى جاي على مراحل، في حاجات وخدمات هيتم تحسينها بشكل او باخر طوال الفترات بتاعه المشروع، فممكن الحاجات دي تفاجئوا بيها بعد مثلا اسبوعين، بعد شهر، بعد اقل من كده او اكتر من كده من تاريخ الالزام، انه اضيفت اوبشن جديد للممول يسهل عليه عمليه ادخال اكواد او غيره، لكن لحين ما يتم ده يقول دلوقتي ان من احد مراحل تطوير المنظومه ان احنا هنوفر شاشه لحضراتكم جميعا للمجتمع، يعني ضريبي لاي حد يدخل مع منظومه الفاتوره على انه يقدر يزود بعد كده اكواده بشكل اوتوماتيك، هو اللي يحطها بشكل او يضيفها على المنظومه، لكن لحين تفعيل هذه المنظومه واختراق حضراتكم بيها احنا بس بنطمنكم يعني ان ده جاي في الطريق. لحين ذلك يا فندم عندنا الخطوه اللي احنا بنعملها دلوقتي ان حضراتكم تبعتوا لنا اكوادكم بتاعه اي اكواد اصناف جديده حضراتكم لم تختارونا بيها قبلها بفتره كافيه اسبوع مثلا ولا 10 ايام قبل ما حضرتك تطلع اول ده في حاله استحداث كود جديد، قبل ما تطلع اول فاتوره بيه وتحصل على تاكيدنا على هذه الاكواد قبل ما تصدر اي فاتوره.
فخلينا بس يا جماعه يعني نستيك مع بعض بالخطوات ديت عشان نقدر نطلع بشكل سليم في 15 11. تمام. طيب الاستاذ محمد حسين. استاذ محمد حسين، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. شركه ايه؟ من شركه ميراكو. لسه كنت الاستاذ محمد عبد العال بصراحه سال كل الاستفسارات اللي احنا كنا مجمعينها، وتفضلت حضراتكم بالرد عليها بخصوص الاكواد الاسكرابو وفواتير مركز الخدمه، ومتشكر جدا. تمام، شكرا لحضرتك يا فندم. الاستاذ عصام الدين ابراهيم. الاستاذ عصام الدين ابراهيم. عليكم السلام يا فندم. شركه ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. شركة يونيون اير جروب. يونيون اير جروب. ايوه فندم. انا عندي سؤال بس بخصوص قطع الغيار المشتركه. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي حضرتك بعت الجي اس 1 فعلا، ان انا دلوقتي ببيع قطع غيار عشان خدمه ما بعد البيع يعني. فبعت المنتج التام بتاعي الجي اس 1، انا شاري اوريدي الجي 10 وبعت خلاص يعني البول اللي هو الاكواد الجي اس 1 اللي عندي اللي هي بتاعت الفينيش جودز خلاص مفروض يعني، واللي هيجد عندي او اللي هكتشف ان انا ما بعتوش هبعته في اقرب وقت. دي خلاص في المنتج التام، بتكلم في قطع الغيار دلوقتي. فاوريدي جي اس 1 بعتت لي قطع، يعني ان انا كود قطع الغيار بحيث ايه اللي هو بالجي بي سي، ان انا ما عنديش طبعا قطع غيار، ما عنديش ايه تكود ليها ايه بالجي اس 1، فايه فهكودها جي بي سي كتصنيف. طبعا انا مثلا عندي الثلاجات مثلا ليها كود واحد، دي فريزر كود واحد، مراوح مش عارف ايه كود واحد، لكل منتج تام كود واحد قطع غيار، وده كويس ومريح ليا جدا بصراحه يعني. ولكن انا ممكن يكون عندي قطعه غيار مشتركه ما بين اثنين فينيش جود، انا ابعتها على انهي واحد ولا على اي واحد وخلاص، ولا اعمل ايه؟ طيب استاذ خالد، في فيشه مثلا سلك مش عارف ايه، يعني يكون داخل في منتجين منتج تام قطعه غيار واحده، فدي انا هبعتها على انهي كود، بتاعه مثلا المروحه ولا بتاعه الديد مثلا فريزر؟ معرفش السؤال واضح ولا حضرتك لا انا معلش انا بحاول اوضح السؤال. فضل. يعني هو قصد حضرتك ان هي في الاخر فيشه وحضرتك بتدخلها في مروحه وبتدخلها في حاجه ثانيه، مظبوط؟ ايوه الله ينور عليك. تمام يا فندم. بس قطعه الغيار اصلها فيشه. وكودها كود واحد عندي، انترنال كود واحد على فكره، بس ممكن حلو قوي كده. حضرتك بعت لنا الوصف ده ولا ما بعتهولناش؟ يعني انا عارف ان حصل تواصل ما بيننا كتير. ما بعتش وصف خالص، ما اقول لحضرتك اهو، اصل انا بكلم دلوقتي في قطعه الغيار اللي هي هتتكود جي بي سي، انا اصلا ما عنديش ليها جي اس 1 اصلا، مش شاري ليها باركود او حاجه طبعا، اللي هي قطع الغيار، مش بتكلم في المنتج التام. فانا قطع الغيار لما تواصلت معاكم، فالناس طبعا محترمين جدا ساعدوني بحيث ان هم بعتوا لي ايه، وده بقول لك مريح ليا يا فندم، بعتوا لي ان كل منتج تام قطع غياره كود واحد او تصنيف واحد في الجي بي سي، يعني تمام. يعني مثلا تكييف هواء مركزي واسبليتش باك، خلاص كود واحد، ده كود ايه؟ كود قطع غياره، مش كوده هو، كود قطع غياره تصنيفي كذا. فبقول لحضرتك بقى ايه، ان وارد يكون عندي قطعه غيار مشتركه ما بين اثنين منتج تام، فاسكنها في اي واحد منهم وخلاص مثلا، واحل المشكله ده، بسال عشان كده ولا اعمل ايه؟ لا هو حضرتك لما اجي ابيعها يعني حضرتك اتبع التصنيف اللي احنا بعتناه لسعادتك، يعني لو حصل تواصل واحنا بعتنا التصنيف لحضرتك اتبع التصنيف اللي احنا بعتناه. انا مش محتاج انا بسال حضرتك سؤال. حضرتك بعت لنا الوصف، انا بتكلم على احنا اتفقنا يا جماعه في كود تعريفي وفي كود تصنيف. حضرتك بعت سالت، انا عارف ان حضرتك بعت الكود النهائي اللي هو اللي عندنا واحنا ده تمام. طيب حضرتك بعت لنا التصنيف بتاع الايتم. ايوه صح بالزبط. كده يعني الباقي اللي سهل وانا خلاص فاهمه خلاص فاهم. يعني حضرتك ابعت لنا اللي حضرتك محتاجه واحنا ننفذه لسعادتك، ما عندناش اي مشكله. طيب تمام. طيب في عندي برضو حاجه يا فندم، سؤال برضو. طيب عندي مشتريات بغرض، يعني سؤال تاني بسيط ولا اتفضل. عندي مشتريات بغرض البيع، يعني انا مثلا ايه بشتري مثلا غساله، بشتري منتجات من شركات شقيقه ليا،
او شركات بليجل انتسي يعني مختلفه، فاعتبروا حضرتك شركات ثانيه، بتبقى هي شاريه جي اس 1 وبتيجي عندي بالباركود دوت وكده، انا هبيع برضو بنفس الجي اس 1؟ لا معلش، يعني سؤال تاني حضرتك، معلش انا شاري مثلا الغساله دي مثلا، طيب انا شاري مثلا غساله، الغساله دي مثلا من شركه مثلا اسمها يونين تكنولوجي مثلا، ده مثال، شركه شقيقه تبعنا برضو، لكن مش نفس ليجل انتيتي يعني، تمام؟ يعني شركه ثانيه، كيان ثاني غير يونين اير، خلاص؟ فهي دي ليها شاريه هي جي اس 1 خلاص، وبتنتج بيه وبتبيع خاص بيها وبتبيع بيه. انا دلوقتي لما بشتري المنتج عندي بيجي عندي مش بغرض البيع، ممكن ابيعه تاني، انا اصلا مش من ما انتجتوش، انا هشتريه وابيعه، هبيعه برضو ده، يعني ابعت انا برضو نفس الجي اس 1 دوت ابعته عشان انا هبيعه، حتى لو كان جي اس 1 ده اللي شاريه شركه ثانيه. ده السؤال يعني يا خالد بيه، خليني مثلا احاول اشوف اذا كنت فهمت السؤال ولا لا. هو اندريا هو يعني بيشتري منتج مكون بجي اس 1 بس هو ما عندوش الكود بتاعه جي اس 1 عنده، بس عايز يبيعه بعد كده. اتفضل اندريا، اتفضل اندريا. بس هو استاذ عصام، استاذ عصام معايا؟ معاك يا فندم. اتفضل اندريا. تمام. هو دلوقتي حضرتك لما بتشتري الايتم دي بتكودها عندك ازاي؟ بكودها انترنال كود عندي. بتكودها انترنال كود؟ تمام. بس هي بكرتونتها ببيعها زي ما هي بكرتونتها، وكرتون عليها الكود اللي هو الجي اس 1 عادي موجود على الكرتون. ايوه، يعني في ربط ما بين الانترنال كود والجي اس 1 اللي عندك، يعني الجي اس 1 بتسجله عندك في قواعد البيانات اللي عندك كمشتريات، لان حضرتك لا عندي يا فندم، عندي جي اس 1 بتاعتها عندي طبعا. تمام. بس اللي هي بتاعت الشركه الثانيه مش بتاعت انا. يعني انا يعني انا ممكن استخدمها. ده السؤال. قصدي انها مش عندي، قصدي طبعا مش عايز تقدر تستخدمها. يعني هي دي اللي هبيع بيها بالظبط، دي اللي هبيع بيها عادي بالظبط، هي دي اللي تقدر تستخدمها فعلا. تمام. في سؤال ثالث بس عن موضوع الخرده بسرعه، انا عارف ان اتسال قبل كده او يعني زيه، بس انا هتاكد بس من حته بسرعه معلش. اخر سؤال دوت، اتفضل. دلوقتي الخرده مثلا عندي انا برضو ايه مكودها انترنال كودز بصراحه، يعني مش ان انا سايبها خرده وخلاص، لكن برضو ايه برضو كلاسيفايد، بس يعني مثلا خرده نحاس، خرده بلاستيك، خرده صاج، يعني كلاسيفيكيشن كده، يعني يعني هاي ليفل يعني كلاسيفيكيشن. فبالتالي هل ينفع ان انا اشتغل بحاجه زي كده او ابعت التصنيف دوت بالشكل ده، ولا هل في تصنيف تفصيلي تاني اكتر من ده مطلوب؟ السكراب، موضوع السكراب. اي حد يا فندم طالب من جي اس 1 انه تساعدها في التصنيف العالمي لازم يبعت تفصيل للمنتج، تفصيلي. تمام. لما خلاص تمام، شكرا يا فندم، شكرا. بص يا ريس، انا بس عايز استاذنك بس، يعني لازم يعني الفت انتباه حضرتك لحاجه بسيطه بس. يعني حضرتك اللي بتحدد الحاجه دي ليه بقى؟ حضرتك عايز تبيع كسلعه مستعمله ولا عايز تبيعه نطاط؟ فحضرتك اللي بتحدد حاجه زي كده في طبيعه السكراب بتاعك، لان ده بيختلف عندك كمان في التعامل معاها ضريبيا. فحضرتك لو عايز تبيع سكراب عندك لسلعه بحالتها كسلعه مستعمله وتطبق عليها ال 30% في فئه الضريبه، هتبعت طبعا الاصناف تفصيليه وتاخد بيها الاكواد الجديده وتشتغل عليها. لو حضرتك طبيعه السكراب عندك بتجمعه كخرده وفضلات بسعر عام الضريبه، يبقى اعتقد ان حضرتك بتعمله ده حاجه كويسه، والكلاسيفيكيشن اللي هو الهاي ليفل ده حاجه كويسه، ما دام انت عارف محدد اتجاهك انت بتعمل ايه بالظبط. ده يعني ده بصفه عامه كده، يعني لان الموضوع بيفرق في التعامل الضريبي وحضرتك عارف. تمام. تمام. حتى ببيعه وزن يا فندم، يعني زي ما حضرتك قلت كده الموديل الثاني ده، بس ببيعه بالوزن،
ايوه يعني انت مثلا عندك مثلا 10 12 صنف كلهم نحاس وحديد خرده وحاجات زي كده جمعتهم كلهم وخلاص هو لط من حديد وصاج بتبيعه على بعضه. لا انا كمان مقسمهم يا فندم، انا مقسمهم، لا انا بس ايه يعني نحاس لوحده حديد لوحده وده ايتم وده ايتم، بس انا هقول نحاس مش شرط النحاس طالع من ايه ولا تمام. انا قصدي اقول لحضرتك، حضرتك اللي بتحدد اتجاهك، انت هتعامل الاصناف دي ازاي عند حضرتك. عشان كده يمكن خالد بيه بيقول لك التفصيل عشان يعني يغطي اسلوب التعامل بتاعك. يعني انت عايز، انت اللي بتحدد اتجاهك انت هتتعامل معاه ازاي. تمام ماشي يا ريس، شكرا شكرا. تمام كده يا فندم، كده يونيون اير جروب في اي استفسار تاني؟ شكرا يا فندم، الف شكرا. العفو يا فندم. الاستاذ هشام من رايا، استاذ هشام من رايا مساء الخير. مساء الخير يا هشام بيه. حضرتك انا طالع رايا للتوزيع ورايا للتوزيع الالكترونيات. شركه رايا للتوزيع ورايا للتوزيع الالكترونيات ولتوزيع الالكترونيات. تمام اتفضل يا فندم.